ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بث النهارده بعنوان ازاي تتعلم برمجه صح وبطريقه بسيطه نسبيا او في اسرع وقت ممكن. معايا ضيف الحلقه النهارده باشمهندس احمد عوده، مهندس برمجيات لدى سويفت اكس، وان شاء الله هنتناقش في مواضيع مهمه كتيره جدا. اتمنى ان شاء الله البث يعجبكم. ما تنساش بس انك تعمل سبسكرايب ولايك عشان نستنى تقريبا 200 مشترك على 10000، فما تفوتش علينا فرصه بقى. اعمل لنا سبسكرايب كده ودلعنا ان شاء الله البث يبقى مفيد. وما تنساش تدعي لاخواتنا ان ربنا صبرنا وينجيهم اللي هم فيه. يلا اشوفك على خير. استنى، جهز قهوتك ووريني ضحكتك ويلا نبدا الفيديو. ازيك يا ابو حميد، عامل ايه؟ حبيبي ازيك يا باشمهندس؟ ايه الاخبار؟ طمنا عليك، سعادتك عامله ايه؟ الحمد لله زي الفل، الحمد لله زي الفل. منورك. ده نورك يا باشا، ده نورك. شرف ليا ان انت معايا والله دلوقتي يا ابو حميد، وان شاء الله انا عارف ان اللايف ده هيبقى حاجه كبيره، وباذن الله يضيف فاليو حقيقيه للناس اللي بتسال عن المعلومات اللي احنا هنتكلم عليها ان شاء الله. طبعا انت عارف التايتل بتاعنا او العنوان ازاي تتعلم برمجه صح وفي اسرع وقت، ومعانا شويه مين توبكس تحت العنوان الاساسي هنبدا نتكلم عليهم بالتفصيل. فقبل ما نتكلم على ده كله كده سريعا، عرفنا مين احمد عوده. في الاول بس انا حابب ان انا اقول لك ان انا مبسوط ان انا موجود معاك النهارده، يعني ده شرف كبير ليا والله يا مصطفى. وقبل اي حاجه احنا اصحاب، يعني عشان بس الناس ما تفكرش ان احنا ناس غراب عن بعض، فلو لقيتوا اي هزار او اي حاجه في اللايف اعذرونا يعني. هنحاول نمسك نفسنا قدر الامكان. بالظبط كده. انا اسمي احمد عوده، شغال سينيور فول ستاك ديفلوبر في شركه سويفت اكس. الحمد لله، يعني انا 4 سنين خبره وداخل في 5 سنين اهو ان شاء الله. يعني مريت برحله التعلم دي مع نفسي، اتعلمت من حاجات كتير بصراحه، مش مع نفسي بس، يعني اتعلمت من كذا مصدر يعني. وبالنسبه للباك جراوند بتاعي، انا مش خريج كمبيوتر ساينس ولا خريج حاسبات ولا الكلام ده، انا خريج كليه تجاره جامعه المنصوره، وقبلها كنت في كليه طب جامعه المنصوره. يعني وعملت شيفت للبرمجه وكده، والحمد لله يعني بقت المين كارير بتاعي بقى لها فتره طويله الحمد لله. وتقريبا خبرتي كلها كانت في الشركات، يعني الحمد لله ربنا وفقني ان انا ادخل شركه على طول يعني الحمد لله. طب عظيم جدا. دلوقتي ان شاء الله زي ما انت عارف طبعا اللي احنا جايين بس ده عشان نتكلم على التوبيك الاساسي بتاعنا، ازاي نتعلم برمجه صح في اسرع وقت ممكن، وعشان كده احنا موجودين هنا. وباذن الله ان شاء الله نحاول نطلع زي ما قلت لك قبل كده فاليو حقيقيه من ارض الواقع، مش مجرد كلام عشوائي، لا احنا بنتكلم عن حاجه اوريدي موجوده على ارض الواقع، احنا هنحاول نقلها لكم كويس يقدر ان شاء الله ان هو يبقى مفيد بالنسبه لك عشان انت ما تتشتتش. ونبدا في اول حاجه خالص، اصلا يعني ايه برمجه؟ يعني ايه برمجه؟ طيب هو بس ايه، يعني انا عاوز ان احنا نتشارك في الحوار عموما، يعني انا اللي انا بقوله حاليا في اللايف هو مجرد ارائي الشخصيه، مش بتكلم بحاجه اكاديميه، ولا انا بتكلم بالمفهوم العام اللي انت ممكن تلاقيه مثلا في دوكيومنتيشنز، او خلينا اقلل من الكلام الانجليزي شويه، عاوزين نتكلم اكتر عربي عشان الناس لو في حد ما يعرفش اللغه الانجليزيه بالنسبه له صعبه وكده، فنبدا ان احنا نتكلم ايه، يعني يبقى فاهم معانا يعني. طبعا على راي الباشمهندس احمد بالظبط، يعني من غير اي تكليفات ولا اي حاجه، احنا على المصطبه مش مشكله يعني. بالظبط يا باشا، مش لازم انجليزي اصلا، هو ده يفضل ما يبقاش ايه، يعني ما فيش اي حاجه انجلش، اتكلم براحتك خالص بتلقائيه، حاول تعبر باي طريقه من كده، لغه الشارع عموما. اهم حاجه نقدر ان احنا نوصل المعلومات اللي احنا عايزين نقولها للناس بشكل كويس عشان يقدروا يفهموا. هو ده المطلوب يعني، ربنا يكرم ان شاء الله. بص يا سيدي، هو بالنسبه يعني ايه برمجه، هو ببساطه خالص الكمبيوتر ده كهاردوير او كقطع او حته حديده قدام منك، انت محتاج ان انت تتواصل معاها بشكل ما، تمام؟ الحاجات اللي هي عباره عن قطع ملموسه دي بيعدي فيها كهرباء، تمام؟ الكهرباء دي بتبقى عباره عن ومضات من الكهرباء، طبعا في تيار ثابت ده اللي هو بتاع الباور اللي بيشغل الكمبيوتر ككل، ولكن انا بتكلم دلوقتي على الومضات بتاعه الكهرباء اللي بتعدي على وحده المعالجه المركزيه اللي هي البروسيسور، او في ناس بتقول عليها برضو السي بي يو، تمام. الومضات دي بتبقى عباره عن انقطاع من التيار وتشغيل للتيار، اللي هي بنمثلها احنا بشكل عام كده. اكيد اي حد يعرف الكلام ده يقول لك الكمبيوتر بيفهم اصفار ووحايد. اصفار ووحايد دي واحد يعني في تيار، صفر يعني ما فيش تيار، تمام. هو الكمبيوتر ما بيفهمش الا كده. لو معلش بس مش عايزين نتكلم بطريقه مور ديتيلز قوي، يعني دلوقتي ده شخص مش عارف اصلا ايه برمجه المفروض، يعني حتى عارف معلومات بسيطه. فاحنا خلينا نقول ان البرمجه طريقه انا بتواصل بيها مع الكمبيوتر دي لغه هي اسمها اوريدي لغه برمجه. مثلا لو انا مثلا في دوله معينه مثلا وليكن فمحتاج عشان اتواصل مع الناس اللي موجوده في الهند اتواصل باللغه اللي هم بيفهموها. نفس المثال بالظبط الكمبيوتر ما بيفهمش لغه الهيومن بتاعتنا، فبالتالي بالظبط احنا عملنا هو اوريدي برضه ما بيفهمش لغات البرمجه، بس خلينا في البدايه احنا عملنا لغه نقدر بعد كده اللي احنا نحولها للغه اللي بيفهمها الجهاز. ما انا كنت جاي لك في السكه، وانا كنت جاي لك في السكه ان هو بما ان الكمبيوتر بيفهم الكهرباء بس، طب احنا ازاي بنتواصل معاه بقى؟ لا احنا بنكتب لغات، واللغات دي عباره عن ايه؟ يعني عباره عن بعض الكلمات الانجليزيه وبعض الرموز بنجمعها مع بعضها كده بطريقه معينه، تمام؟ بتبقى طريقه مفهومه بالنسبه لنا ونقدر نقراها احنا كبني ادمين عادي. وبعد كده الناس بقى اللي عاملين لغه البرمجه دي بيحولوا الكلام ده للغه اللي يقدر يفهمها الكمبيوتر. يعني انت بتكتب الاوامر بتاعتك بلغه مفهومه بالنسبه لك كانسان، وبعد كده يحصل عمليه كده من المعالجه تتحول للغه اللي يقدر يفهمها الكمبيوتر فينفذ الامر اللي انت اديته له. بالظبط. جميل، ده شيء جميل جدا. حلو. فبالاخر بقى لغه البرمجه عباره عن وسيله بتساعدني ان اتواصل الكمبيوتر. بالظبط. بالظبط. واحنا طبعا اصلا بنعمل برمجه او بنعمل ابلكيشن ليه اصلا؟ الابلكيشن عباره عن اللي احنا كان عندنا مشكله معينه، فبالتالي احنا عايزين نحل المشكله دي بشكل اوتوميشن، فعملنا الابلكيشن. صح. هو الابلكيشن اكيد مش هروح اعمل ابلكيشن مثلا ولا حاجه، ما فيش ابلكيشن مثلا بيعرض على اللوري زي ما احنا شايفين، بس الابلكيشن مثلا وليكن انا عندي كالكوليشن معقده، ده اقل حاجه ثانيه. انا بتكلم في الطبيعي ان الابلكيشن ده اللي احنا بنصنعه عمليه اوتوميشن لحل مشكله معينه بس، ايا كان الابلكيشن ده. انا سبيسيفيكيشن لجزء معين، انا بتكلم في الابلكيشن ككل ايا كان نظام البرمجه اللي انت عايز تعمله ده ايه. تمام كده ولا انا متفق معاك. هو اصلا الكمبيوتر في الاول اتوجد عشان يسهل علينا العمليات اللي بتتكرر وبشكل صعب، تمام، وبتاخد مننا وقت ومجهود كبير، فهو بيسهل علينا الحاجات دي. فمن الاخر هو في حاجات كتير قوي الكمبيوتر بيقدر يعملها في لحظات كده. احنا كنا الاول بنقعد نحسبها بايدينا ونقعد نظبطها بايدينا والكلام ده. على سبيل المثال مثلا لو ما فيش حد ما يعرفش ايه الاكسل مثلا، انت عشان تقعد تعمل الحسابات اللي بتتعمل على الاكسل دي بايدك، لا ده انت بتاخد وقت طويل قوي. انما الاكسل انت بامر بسيط او بطريقه بسيطه كده تقدر ان انت تعمل حسابات كتير لملايين من الخانات في الجدول بضغطه واحده. فالموضوع رهيب يعني. والاكسل ده عباره عن ايه؟ عباره عن برنامج، والبرنامج ده بيتواصل مع الكمبيوتر، فيقدر ان هو يوصل الحاجات اللي احنا بندخلها له ويدينا معطيات اللي احنا مستنيينها بس. جميل جدا. خلاص كده احنا كده عامه شرحنا مفهوم البرمجه، يعني ايه اصلا برمجه، وادينا امثله عشان حتى اللي بيفكر البرمجه دي فايدتها ايه. ما اكيد اي حاجه اتعملت لها فايده معينه، فاحنا دلوقتي عرضنا مثال بسيط يوضح لنا فكره البرمجه او يعني ايه برمجه بس كده. ده اول حاجه كنا عايزين نتكلم فيها. ودلوقتي ممكن نقدر نخش على السؤال اللي بعده. طبعا انت عارف ان البرمجه ليها مجالات كبيره جدا في البرمجه. في طبعا ارتفيشال انتليجنس، في موبايل ابلكيشن، في ويب ديفلوبمنت، ايا كان الحاجه في مجالات كتير جدا. فتعالى بقى نبدا نعرف مع بعض ايه هي مجالات البرمجه. والله هو يصعب حصر مجالات البرمجه في سيشن واحده، لان الموضوع متشعب جدا، يعني لدرجه يعني لو حد مثلا يعرف ان التخصصات الطبيه كتير، تمام، فكذلك برضو التخصصات في البرمجه كتير وكتير جدا. في منها المجالات دي ممكن تكون الناس سمعت عنها، وفي مجالات الناس عمرها ما سمعت عنها الا لو حد هو متخصص وشغال في المجال يعني. فاحنا خلينا ناخد اشهر الحاجات اللي موجوده، اشهر مجالين على الاطلاق والناس كلها عارفاهم، هو مجال برمجه تطبيقات الموبايل ومجال برمجه المواقع الالكترونيه. ده شيء اساسي، دول اكتر مجالين مشهورين. تمام. في مجالات ثانيه، في مجالات ثانيه دلوقتي مثلا انت لما بتيجي تشتري ثلاجه او تكييف او الكلام ده، اقول لك الثلاجه دي ذكيه، التكييف ده تكييف ذكي. تكييف ذكي ازاي؟ ان انت بتقدر تديله اوامر معينه او تظبطه على حاجات معينه ويقدر يتفاعل معاك، تقدر توصله بشبكه الواي فاي او الكلام ده. فالحاجات دي بتتطلب برضو نوع من انواع البرمجه، ناس بيبقى فيها شريحه كده صغيره، الشريحه دي بتتبرمج هي كمان، فدي اسمها الامبيدد سيستم. تمام. في مجالات تانية ليها علاقه بالذكاء الاصطناعي ومعالجه البيانات الكبيره قوي اللي موجوده على الانترنت. يعني بحث جوجل ده من ساعه ما اتعمل لحد النهارده في كميه داتا مش طبيعيه وانبوتس الناس دخلتها، فاحنا عاوزين ان احنا نتعامل مع البيانات الكتير قوي دي عشان نطلع منها حاجات مفيده، وده بالفعل اللي عملوه في شات جي بي تي. تمام. في مجالات كتير بقى، في مجالات تنظيميه جوه البرمجه، يعني انت مش لازم ان انت تكتب كود، ممكن ان انت مثلا تبقى شغال بتدير المشروع اللي المفروض ان المبرمجين شغالين عليه، ممكن تبقى انت شغال بتعمل تيست للناتج النهائي اللي المبرمجين طلعوه، ممكن ان انت بتعمل تحليل للسيستم اللي موجود بالفعل اللي المبرمجين بيبداوا ان هم يشتغلوا عليه. يعني انت مش بس ممكن تشتغل في الكور بتاع البرمجه، لا ممكن تشتغل في مجالات حواليها وتعتبر برضو من المجالات اللي ليها علاقه بالبرمجه. فالموضوع متشعب جدا، ويعني برضو من الحاجات اللي طلعت مؤخرا هي البلوك تشين والعملات الرقميه والكلام ده. في اصلا حاجه اسمها بلوك تشين ديفلوبر، بيقدر ان هو يشتغل على الاكواد اللي بتعمل العملات الرقميه دي ويطلع لنا في الاخر حاجه متشفره بشكل كويس وعمله رقميه يقدر المستخدمين ان هم اللي بقى بيعملوا تعدين واللي بيعملوا الكلام ده. خلينا ما نتطرقش للموضوع بشكل تفصيلي اكتر، احنا بنتكلم بشكل اجمالي يعني. فيعني اكثر شهره دلوقتي بعيدا عن البلوك تشين والويب 3 والحاجات دي، خلينا في الحاجات الاكثر شهره اللي ممكن انا لسه داخل المجال ابدا اللي انا اتعلمها مثلا او الجوب منها، وحاجات تكون يعني ليه مشهوره برضه. ليه ما اروحش مثلا اتعلم بلوك تشين في البدايه؟ يعني انا بتكلم من موضوع بندور على حاجه كومن في البدايه، محتاجين اللي احنا اما نتعلم الحاجه دي اكيد بدل هي حاجه مشهوره فاكيد هي بتطلب كتير، دي حاجات اساسيات. ففرصتي اللي انا اشتغل في الحاجه دي اظن ان هي هتبقى اكتر من اروح اتعلم حاجه هتقعد سنين كتيره في البدايه، وفرصه صح. ان هم يختاروا الناس البروفيشنال فيها بس، انا لسه بروفيشنال فبالتالي مش هشتغل فيها، اجيب ناس بروفيشنال بس فيها. فخلينا بس في المجالين اللي هم قلنا عليهم اكثر استخداما في البدايه او اكثر شهره، هم الموبايل ديفلوبمنت والويب ديفلوبمنت. دول اللي احنا هنبدا، احنا عرضنا مجالات كتير جدا، انت عرضت مجالات كتير ما شاء الله، بس احنا هنبقى سبيسيفيكيشن اكتر في المجالين دول عشان نقدر نوصل المعلومات او فكره البرمجه عموما. تمام كده؟ جميل. تمام. جميل. طيب النقطه اللي في مجال اتفضل قبل ما ننتقل، بس في مجال مشهور قوي اللي هو الجيمنج ديفلوبمنت، بما ان انا جيمر برضو يعني، فدي حاجه يعني ان انت تعمل جيمز للموبايل فعشان بس ما تنساش مجال من المجالات المشهوره قوي يعني، ويبقى احنا اهدرنا حقه يعني. لا انت عشان بتلعب جي تي اي بقى انا برضه لاعب ماريو، لعيب. انت اخر مره لعبت امتى؟ الموضوع كده 2008 تقريبا، ايام ما كان عندي السلام النبي. خلينا عشان كده عايزين نروح ونحكي ايام الطفوله اللي بعده. ماشي. ايه المجالات المطلوبه في سوق العمل؟ احنا طبعا اتكلمنا على المجالات المشهوره فاكيد بدل المشهوره فاكيد مطلوبه، فالسؤال ده بيخدم على قبله او الاثنين بيخدموا على بعض بشكل ما. فخلينا نبدا نشوف المجالات المطلوبه في سوق العمل بكثره. جميل. طيب هو ما لو انا قلت مجال مطلوب في سوق العمل وخلاص وسكت، ابقى انا بغشك. انت عايز تشتغل فين؟ لان كل مكان انت هتشتغل فيه او كل منطقه معينه، مش هقول بقى دوله، كل منطقه معينه في حاجات مطلوبه اكتر من حاجات، في حاجات عليها طلب اكتر من حاجات. تمام؟ فيعني مثلا ممكن ناخد مثلا فئه ان يعني لو انت هتشتغل في مصر، جميل، بما ان احنا الاثنين من مصر يعني، لو انت هتشتغل في دول الخليج كدول الخليج عموما، لو انت هتشتغل في اوروبا او في امريكا او في دول الغرب، كل مكان من دول له المتطلبات بتاعته وله المجالات اللي مشهوره اكتر، له المجالات اللي صاعده اكتر. ف يعني احنا بما اننا قلنا ان الموبايل والويب هم اكتر مجالين مشهورين، تمام، بس الموبايل والويب نفسهم فيهم جواهم تخصصات، يعني ده مجال كبير. بالظبط بالظبط. طب احنا كونتينر كتير بيشيل يعني كونتينرز ثانيه اصغر جواه، يعني بالظبط كده. يعني دي حاجه يعني لو واحد مثلا دكتور مثلا متخصص في الجراحه، فانت هتقول هو جراح وخلاص؟ لا، ما هو جراح في نقطه معينه، مش جراح في كل حته يعني. فالمهم يعني لو احنا بدأنا بمجال الويب، معلش انا متحيز لان الراجل شغال ويب فنتكلم على المجال نتكلم على مجال الويب شويه. ايه المجال ده؟ خيره علينا كلنا. ايوه يا باشا، الحمد لله الحمد لله. هو اقدم مجال او من اقدم المجالات عموما، يعني هو مجال الويب، لان البراوزرز موجوده من زمان جدا، وفكره وجود الويب سايتس اصلا من زمان جدا. مجال الموبايل ابلكيشنز هو يعتبر اللي هو موبايل ابلكيشنز الموجهه للاندرويد والاي او اس والكلام ده، دي حاجه جديده يعني، لسه طالعه جديد نسبيا بالمقارنه بمجال الويب يعني. فخلينا نتكلم لو احنا هنقارن يعني ايوه بالظبط. لو احنا هنقارن بمجال الويب فدي حاجه ايه جديده نسبيا يعني. بالظبط بالظبط. المهم يا سيدي، مجال الويب هو جواه شويه مجالات كده، يعني ما اعرفش الناس سمعت المصطلحات دي قبل كده ولا لا، بس في يقول لك ده فرونت اند وده باك اند وده مش عارف داتابيز ادمن وده بالظبط. فخلينا نتكلم كده عن كل مجال منهم وكل حاجه من الحاجات دي. تمام. احنا الويب، عندك الويب سايت، انت في الاول الويب سايت ده اللي هو موقع بتخش عليه عشان بيقدم لك قيمه معينه انت بتدور عليها، مثلا موقع اخبار، موقع مثلا زي فيسبوك، ما هو facebook.com ده اصلا ويب سايت. تمام. يعني كل اي حاجه ليها لينك تخش عليها على المتصفح، فده كده ايه، يعتبر موقع الكتروني. جميل. ده كده كتقسيمه عامه كده للموضوع، كحاجه اجمالا كده. تمام. الموقع ده بيتكون من ايه بقى؟ بيتكون من تصميم. التصميم ده تصميم تقدر تشوفه بعينك، شكل الموقع، مش عارف الزرار ده لونه احمر، مش عارف ايه الكلام ده. فالتصميم اللي بيعمل التصميم بتاع المواقع اسمه UI UX ديزاينر. جميل. فاحنا دلوقتي لو جينا، انا هبدا من اكتر حاجه الناس بتشوفها الى اعمق حاجه مش موجوده قدام منهم، بس هي موجوده، يعني هي موجوده فعلا وكبرمجه بيتعاملوا معاها، بس هم مش حاسين بوجودها. تمام. اكتر حاجه انت شايفها قدام منك هي التصميم اللي قدام منك بتاع الموقع نفسه. والله ده في شريط فوق هنا كده وفي بحث، ده في الايقونه الفلانيه موجوده على الشمال فوق ولونها مثلا احمر لو احنا بنتكلم على يوتيوب، ده في مثلا في كذا شرطه فوق بعضها لو ضغطت عليها يفتح لك قائمه ومش عارف ايه والكلام ده. اللي بيعمل التصميم ده اسمه UI UX ديزاينر. تمام. بالظبط. ما هو ده بيطلع، يعني هو ما بيشوفش الحاجات اللي بتحصل ورا الكواليس، او بيشوف اصلا فرونت اند عامل ايه، هو كيوزر مش فاهم. هو بالنسبه له بالظبط اهم حاجه يكون الشكل كويس، الشكل العام مظبوط، البوتن محطوط في المكان المناسب، وهو ده بالظبط كده، مبسوط، ما يكونش الالوان تعب عينه. طبعا موضوع الالوان ده حاجه مهمه، فطبعا بالنسبه لليو اي UX ديزاينر ده اصلا بقى عليهم الطلب الفتره دي كبير جدا. يعني زمان دي حقيقة ان زمان ما كانش الوضع ده منتشر بالشكل ده، كان كل واحد بيعمل لك احمر فاخضر فازرق وشقلب وقلب اي الوان وخلاص ويشتغلها وكده. كان الاهتمام الاكبر زي دلوقتي كده بالالوان واليو اكس، ان هو البوتون ده يبقى فين بالظبط، والباتل بتاع البراندنج بتاع الويب سايت ده بناء على ايه بالظبط. يعني الاول ما كانش الوضع بالشكل المناسب بالشكل الموجود دلوقتي. فدلوقتي يعني احنا بنتطور، وكل ما بنتطور اكتر كل ما الوضع بيبقى افضل. يعني كل ما بتتطور اكتر وكل بيطلع مجالات تانية، حتى لو في مجالات ما بقتش موجوده، وليكن مثلا هنقول كده ان في مجالات مع تطور البرمجه عموما زي الديسكتوب ديفلوبر مثلا بالظبط، اللي هو الديسكتوب ابلكيشن ديفلوبر. بالظبط. لا دلوقتي انا بتكلم في التطور بقى فدلوقتي في برومبت، يعني في مجال خاص بالبرومبت بس بتاع الشات جي بي تي. انا بتكلم دلوقتي كل ما في تك بتطلع جديده الناس بتخاف منها عموما. انا مش عارف احنا قلبنا على الذكاء الاصطناعي ليه، بس خلينا نقول يعني اللي بيحصل كل ما في حاجه بتطلع جديده بتخلق معاها وظائف تانية ما كانتش موجوده قبل كده. يعني انا فاكر زمان مش حد مهتم زي ما انت قلت كده باليو اي UX ديزاينر خالص، وكان الفرونت اند هو اللي بيشيل الليله وكان بيعمل الحاجات دي، بيسكتش الموقع بايا كان التول اللي بيستخدمها بقى وخلاص على كده، ويبدا ان هو يظبط الكلام. دلوقتي لا، بقى في واحد يو اي ديزاينر، واحد تاني يو اكس، او فاهم يعني ما عادوش اتنين. خلينا الاول نشرح الفرق ما بينهم بس عشان الناس تبقى مواكبه معانا. لو في حد لسه ما يعرفش اي حاجه عن البرمجه خالص مش هيفهم الكلام ده قوي. يعني كلمه يو اي اختصار لحاجه اسمها يوزر انترفيس او واجهه المستخدم، تمام. ويو اكس اختصار لكلمه يوزر اكسبيرينس او تجربه المستخدم، تمام. دي حاجه ودي حاجه تانية، بس الاثنين مرتبطين ببعض الى حد ما. واجهه المستخدم هي الواجهه الرسوميه اللي موجوده قدامك، هي الالوان والزراير والاشكال والقائمه دي بتطلع لك مش عارف شكلها عامل ازاي فاهم. فالتصميم اللي قدام منك ده اليوزر انترفيس او واجهه المستخدم. طيب اليوزر اكسبيرينس بقى هي مدى سهوله تعامل المستخدم مع الحاجات اللي قدام منه دي، وتكون واضحه بالنسبه له. يعني ما ينفعش مثلا ان انا اعمل لك حاجه ملهاش معنى واحطها لك كده في مكان مش متوقع، انت تضغط عليها تلاقيها بتعمل حاجه غير اللي انت متوقعها. ده كده يبقى يعني تجربه سيئه بالنسبه للمستخدم. فلازم اليو اي UX ديزاينر ده يعمل ديزاين شكله كويس، تمام. والديزاين ده ينفع يتحول طبعا لكود، يعني ما يبقاش هو بيخترع من خياله حاجه ما تنفعش تتعمل. يعني مش هقول على اسمك نص كلنا هقول على اسمه والله. لا بسامح كريم. وفي نفس الوقت ما ينفعش ان انا اعمل حاجه شكلها جميل جدا وحلوه جدا ومش عارف ايه وتنفع تتعمل كود، بس هي بتدي تجربه مستخدم سيئه. المستخدم داخل مش عارف يستخدم الحاجه دي، الموضوع صعب بالنسبه له، ما هوش قادر يتعامل، محتاج حد يقعد يقول له دي بتعمل كذا ودي بتعمل كذا. اليوزر اكسبيرينس الكويسه او تجربه المستخدم الكويسه هو ان هو يخش يشوف الحاجه يلاقيها مألوفه بالنسبه له وقادر يتعامل معاها اول مره، فبالنسبه له يقدر يتعامل معاها بسهوله من غير شرح من غير اي حاجه. ف يعني ممكن نقول نختصر اللي احنا قلناه ده في حاجه بسيطه، اللي احنا مع التطور بنسعى اللي احنا نسهل الدنيا على المستخدمين عشان يقدروا اللي هم بالظبط كده. وطبعا هنبقى نتكلم البرفورمانس برضك يعني بعدين ان شاء الله. انا بتكلم عموما اللي هو الالوان والحاجات الاماكن الخاصه بيها، لما احط زرار بيعمل اكشن معين في مكان معين والحاجات دي كلها، اما بتيسر على المستخدم والموقع بتاعه والسايت بيبقى فريندلي مع اليوزر او المستخدم اللي داخل او الكلاينت ايا كان احنا بنسميه ايه. الموضوع بيبقى انت بتتحكم هو يقعد في الموقع بتاعك قد ايه، يعني ليه هيفضل عندي ومش هيروح للمنافسين. دي حاجه برضك من ضمن ايه بالظبط. فالمجال ده ما اتشهرش من الا حاجه عشان مثلا احنا بنحب نحط اي مجالات وخلاص، ولكن لا. هو اتشهر عشان هو ليه بيقدم فاليو حقيقيه لليوزر، واحنا كل اللي احنا بنعمله ده كله عشان ندلع ايه اليوزر لو ما اتدلعش احنا ايه مش هنتدلع. فهو دي الفكره عموما اللي احنا اي حاجه اي حاجه بنقدر نضحك عليها او اي حاجه نقدر نضيفها للسايت جديده بتبقى ليها حاجه لها لازمه واقعيه، مش بيبقى مجرد اي حاجه كده بتضاف وخلاص. فاي مجال هيطلع في المستقبل هيكون بيعمل حاجه معينه، الحاجه دي لازم تتعمل مهمه جدا. يعني زمان ما كانش فيه UI UX ديزاين، ليه؟ عشان اصلا ما كانش حد مهتم بالكلام ده، احنا مجرد فتحت الويب سايت كده خلاص. بس دلوقتي ما ينفعش كمان. المنافسه ما كانتش شديده، زمان للدرجه دي. ايوه بالظبط. دلوقتي بقى كله خلاص عنده سايتس وكله بيبيع برودكتس فلازم بالظبط التغذيه البصريه، حتى اختيار الالوان اصلا للسايت بتاعك مهمه جدا. ده في علم في الموضوع ده. ده انا عشان اعمل قناه انت لازم الموقع بتاعك يبقى سهل وشكله حلو، لازم الاثنين دول يتحققوا بالظبط. لا وغير كده تقريبا في كلرز، الباترن معين من الكلرز بيعبر عن حاجه معينه. الباترنز دي يعني مجموعه او نظام بالظبط. عشان ايه؟ في حاجه اسمها الكلر ثيوري اصلا، نظريه الالوان. UI UX ديزاينر لازم يكون مطلع عليها اساسا. يعني هو اغلب شغله بيبقى مثلا على فيجما وعلى Adobe XD والكلام ده. بيطلع لك ديزاين كده زي صور ثابته، بس الصور دي بقى تقدر ان انت لو عملت سيلكت او اخترت اي جزئيه منها يقول لك حجم الحاجه دي عامله ازاي، اللون ده بالتفصيل، اللون ده عامل ازاي، النوع الخط اللي مستخدمه ايه. بيبدا يقول لك على كل التفاصيل اللي هو استخدمها في عمل الديزاين ده. يعني ما هو مش مجرد صور ثابته وخلاص ومديها لك كده وانت بتتعامل مع نفسك، لا هو بيقول لك الحاجات دي انا شايف ان الحجم ده مناسب عشان اليوزر لما يفتح مثلا يلاقي الحاجه دي قدام منه، ف انا عاوزه يركز اكتر على النقطه دي وهكذا. يعني بالظبط. حتى لو ما شرحلكش الاسباب ان هو اختار الحاجه دي ليه هنا، دي مش شغلتك كفرونت اند. بالظبط، دي مش شغلتك. واحنا جايين للفرونت اند دلوقتي اهو. بالظبط. فخلينا بس في موضوع UI UX ديزاينر. احنا دلوقتي عرفنا ان ده الشخص مسؤول ان هو يطلع الموقع قبل ما يتعمل بشكل كويس، ان ده الحاجه من الاخر اللي اليوزر هيشوفها فهيقول له يفضل في موجود في الموقع ولا لا. دي مش الحاجه الاساسيه، ولكن دي حاجه من ضمن الحاجات اللي احنا ان شاء الله هنبدا نتكلم عنها. طيب دلوقتي عايز تتكلم تاني في نقطه UI UX ديزاينر؟ لا هو انا كده يعتبر غطيت الحاجات الاساسيه. بعد كده بقى هنتكلم عن حاجات تانية. يعني احنا هنرجع لكل حاجه من دي وهنتكلم بقى هي مناسبه لمين اكتر والكلام ده. بس خلينا دي في النقاط اللي بعد كده. يعني بس لحد دلوقتي احنا بنشرح بس كل مجال بيعمل ايه سريعا كده، عشان لو حد عايز يخش مجال جديد ما يتعبش من التدوير. احنا اوريدي بنتناقش في كل المجالات كده سريعا طبعا. واحنا دلوقتي بنتكلم على المجالات اللي مطلوبه في سوق العمل على فكره. يعني احنا دلوقتي ما خرجناش من منطقه ان دي مجالات مطلوبه في سوق العمل. لا ما تعرفش انت UI UX بيقبضوا كام دلوقتي؟ مش عايز اقول بس خلينا الاول في UI UX. طيب دلوقتي بقى احنا خلاص خلصنا الديزاين وظبطنا الكلام كده، ودلوقتي عايزين نبدا نحول الديزاين ده لايه؟ لحاجه اليوزر يقدر يتراكت معاها بقى. خلاص بالظبط كده. ده كده يا باشا نخش على الفرونت اند ديفلوبر. بالظبط. الفرونت اند ديفلوبر بقى بيعمل ايه؟ بص يا سيدي، الفرونت اند ديفلوبر بياخد التصميم اللي عمله UI UX ديزاينر ده وبيحوله لكود. تمام؟ دي اول وظيفه، دي اول حاجه او شغلانه من شغلانات الفرونت اند ديفلوبر. ياخد الديزاين ده كصوره قدام منه يحوله لاكواد. الاكواد دي النتيجه بتاعتها لما بتشغلها بتطلع لك صوره طبق الاصل من الديزاين اللي الشخص ده كان عامله، اللي هو UI UX ديزاينر كان عامله، بس تقدر بقى تتفاعل معاها بقى. تمام؟ فانت بيظهر لك الموقع قدام منك، تلاقي زرار، لو ضغطت على الزرار بينضغط فعلا وبيعمل وظيفه معينه. مين اللي بيعمل الكلام ده؟ الفرونت اند ديفلوبر. لو انت ضغطت على مثلا على حاجه تخفيها مثلا او تقفلها او الكلام ده، لو انت صغرت الشاشه كبرت الشاشه، بتلاقي ان ابعاد الحاجات اتغيرت، وبتلاقي ان الموقع متفاعل معاك. بنسميه ريسبونسيف ديزاين، ان هو يقدر يشتغل على اكتر من حجم شاشه. لما بتيجي تفتح الموقع من على الكمبيوتر بيبقى شكله مختلف عن لما تيجي تفتحه من على التابلت، وشكل ثابت خالص موجود على الموبايل. مين اللي بينسق الكلام ده ومين اللي بيحول افكار UI UX ديزاينر والديزاين اللي مديهوله لاكواد بتتحقق على ارض الواقع؟ ده الفرونت اند ديفلوبر. تمام؟ جميل. فدي اول حاجه يقدر يعملها الفرونت اند ديفلوبر، ان هو بيحول الصور الحاجه الاستاتيك اللي هي موجوده في ايا كان الفايل ده، فايل فيجما او بي اس دي ايا كان، انا بتكلم هو اوريدي في صوره، هو بيحول الصوره دي لحاجه انتر اكتف مع الويب سايت حتى لو هو بالظبط كده مجرد براوزر، لسه ما بتخناش بقى في حته الباك اند ولا الكلام ده، بس هو بياخد التصميم ده المبدئي اللي اليو اي يو اكس عمله سواء شخص واحد او شخصين، وبعد كده بيبدا ان هو ينفذ ده لحاجه الويب سايت يقدر ان هو يتفاعل معاها بشكل كويس. دي اول حاجه صح كده، دي اول حاجه. هو بيعمل حاجات ثانيه كتيره بس خلينا نقول ان دي المين الاساسيه. دي مثلا نقول الزراعه لما منه طلع صوابع كتيره جدا، ضمن البروجرس بيحصل في حاجات كتيره تحت، بس احنا بنتكلم ان ده الحاجه اللي فوق خالص، ما اتكلمناش بسبيسيفيكيشن. بالظبط كده، بالظبط كده. طيب حاجه ثانيه بيعملها الفرونت اند برضو، وهو العمليات الحسابيه اللي بتتم في الجهاز بتاع العميل. يعني انا دلوقتي والله مثلا داخل على ابلكيشن، والابلكيشن ده عباره عن آلة حاسبه، تمام، او ويب سايت وجواه كده تصميم لآلة حاسبه. فانت محتاج لما تضغط على الزرار رقم 1 يكتب معاك رقم 1، لما تضغط على الزرار مثلا زائد يكتب معاك اللي هي العلامه بتاعه الزائد او العلامه بتاعه البلس. لو ضغطت على بالظبط، لو ضغطت على الزرار اللي هو مكتوب عليه 2 يكتب معاك 2، لو ضغطت على يساوي او ايكوال يطلع لك الناتج اللي هو رقم 3، او ان هو يطلع لك الناتج. دي بقى دي عمليات بتتم، عمليات برمجيه بتتم بحيث ان هو بياخد منك القيمه الاولانيه اللي انت دخلتها والقيمه الثانيه اللي انت دخلتها وعمل عليهم العمليه الحسابيه، وراح جاي مطلع لك الناتج واستعرضه لك كمان ايه قدام منك على الموقع. ففي انواع من العمليات بتتعمل على الجهاز بتاع العميل بعد ما الموقع يحمل. الموقع بيحمل اول مره، خلاص بقى هو على جهازك، تمام. بيحصل بقى فيه شويه عمليات حسابيه وعمليات برمجيه. انا ضربت مثال بالاله الحاسبه لان دي اسهل حاجه. مثلا لو انت داخل على لعبه او حاجه زي كده، اللعبه دي تقدر ان انت بتضغط على حاجه معينه فيتفاعل معاك بحاجه معينه، تضغط على حاجه معينه فيتفاعل معاك بحاجه معينه. مين اللي بينظم العمليات دي وبيبرمجها؟ الفرونت اند ديفلوبر برضو. فدي تاني حاجه بيعملها الفرونت اند ديفلوبر، ان هو مسؤول عن البرمجه اللي بتتم على جهاز العميل بعد ما الموقع يكون حمل وخلاص الدنيا بالنسبه له خلاص تمام، والموقع ظاهر عندك والتصميم بتاعك تمام والدنيا جميله. العمليات الحسابيه دي بقى والعمليات البرمجيه اللي بتتم خلال الموضوع ده هو اللي مسؤول ان هو يعملها برضو. بالظبط. وده برضه جزء اظن يعني من الانتراكت مع العميل، اللي العميل مثلا عايز يعمل كالكوليشن معينه وليكن قلنا آلة حاسبه، فبالتالي هو اللي عمل البلس وعمل يعني ادى انبوت معين ومحتاج اوتبوت معين، فده برضه اظن ممكن يتحط تحت الفيلد الخاصه بالانتراكتيف مع العميل او التواصل اللي بتعمله الويب سايت بتاعك مع العميل. بالظبط بالظبط كده. دي حاجه اتكلمنا عليها اللي هي الكالكوليشنز او البروسيسنج اللي بتتم على جهاز الكمبيوتر الخاص بالعميل، او ممكن نقول اللي بتتم للعميل، بتخدم العميل على جهاز الكمبيوتر بتاعه، مش محتاجه ان هي تسيبها في مكان ثاني. تمام كده؟ بالظبط كده، بالظبط كده. طيب حاجه كمان بقى مهمه الفرونت اند بيعملها، وهو ان هو بيتواصل مع الباك اند. تمام، احنا دلوقتي مش هنتكلم على الباك اند، ولكن انا هتكلم عن عموما اللي هو ايه، انت لو انت واحد بياع في محل مثلا، والمحل ده فيه شويه ملابس مثلا قدام منك. طب والله انت دلوقتي لما خدت الفلوس رحت جاي حطيتها في الدرج والكلام ده، كل ده بيتم خلال ايه؟ خلال المحل اللي انت واقف فيه. طب واحد جه طلب منك حاجه والحاجه دي مش موجوده قدام منك دلوقتي، قلت له طب استنى انا هبعت حد يروح يجيبها من المخزن. حلو. فبيروح يجيب لك من المخزن شويه حاجات ويجي لك يقول لك اتفضل يا استاذ اختار حاجات منهم. او الراجل اللي واقف في المحل ده بيمثل الفرونت اند، تمام، والراجل اللي راح يجيب الحاجه من المخزن ده حاجه ثانيه، تمام، والناس اللي موجودين في المخزن اللي سلموه الحاجه وبداوا ان هم يدوا له الحاجات اللي هو عاوزها ده حاجه ثالثه، والمخزن نفسه حاجه رابعه. تمام كده؟ بالظبط. ده اكيد. طيب ده بقى يمثل كل شخص من دول على البنيه الاساسيه بتاعته، يعني مثلا نقول المخزن ده ايه وهكذا، عشان بس ايه بالظبط. ما انا دلوقتي انا ضربت مثال. انت دلوقتي مثلا لو انت جيت تفتح فيسبوك، وده مثال بقى برمجي يعني، انا دلوقتي رايح اجيب الرسائل القديمه اللي بيني وبين مصطفى مثلا. فانا دلوقتي لو انا مفيش حاجه مخزن فيها الرسائل دي، لان الرسائل دي انا اللي باعتها له وهو باعتها لي والكلام ده، فخلاص البرمجه بتاعت الموقع تمت من زمان، مش حاطط الحاجات دي بايدي، تمام، جوه الكود. فلو انا مش مخزن الرسائل دي في مكان ما اللي هو المخزن اللي احنا اتكلمنا عنه ده، ساعتها انت مش هتقدر تسترجع الرسائل دي بعد ما تكون انت بعتها وقفلت الايه الموقع. فاسترجاع المعلومات دي بيتطلب ان انت تروح تتواصل مع حاجه، الحاجه دي بتجيب لك الرسائل دي من مخزن اللي هو بيسمى قاعده البيانات، ويبدا الحاجه دي ترجع لك النتيجه اللي انت مستنيها. يبقى الفرونت اند من ضمن وظائفه ان هو بيتواصل مع الباك اند بطرق معينه، هو مش طريقه واحده، هو بيتواصل مع الباك اند باكتر من طريقه عشان يجيب معلومات انا محتاج ان انا استعرضها، والمعلومات دي ما بتكونش متوفره بشكل افتراضي. يعني انا مثلا لو انا دخلت على الماسنجر بتاعي هتلاقي رسائل معينه، لو واحد تاني دخل على الحساب اللي على ماسنجر عنده هيلاقي رسائل تانيه خالص، واحد ثالث هيلاقي رسائل ثالثه خالص، واحد رابع هيلاقي رسائل رابعه خالص. اذا الحاجات دي بتختلف ازاي؟ لان هي اصلا مش موجوده كحسابات على جهاز العميل، لا ده هي بتبقى متخزنه في قاعده البيانات الخاصه بيا، او الجزء الخاص بيا في قاعده البيانات، وانا بروح اتواصل مع قاعده البيانات دي عن طريق الباك اند عشان اجيب المعلومات دي واقدر ان انا استعرضها للعميل. فده من ضمن وظائف الفرونت اند، وهو ان هو يجيب المعلومات اللي هو محتاجها او العميل محتاجها من الباك اند ويستعرضها بشكل ملائم يناسب العميل ويناسب المستخدم يعني، وبالنسبه له تبقى المعلومات واضحه يعني. ده جميل جدا. تمام، ممكن نقول بقى ايه على الشخص اللي مسؤول اللي بيجيب المعلومات من الباك اند مثلا ويوديها للفرونت اند؟ ممكن نطلق على الحته دي ايه؟ والله هو يعني اي حد هو وسيط ما بين الفرونت اند والباك اند بيطلق عليه كلمه اي بي اي. يعني الكلمه دي هي رمز، الرمز ده يعني انا مش عارف هو اختصار لايه ولكن هو عباره عن ايه، شخص كده بيروح مشوار للباك اند يجيب لك الحاجه للفرونت اند. يعني الفرونت اند بيبعته يجيب الحاجه ويرجع الايه الرد الفعل الايه للفرونت اند. ده بالنسبه للباك بالظبط. فبرضه الفرونت اند لازم يكون عنده درايه بطرق التواصل مع الباك اند. تقدر تتواصل مع الباك اند باكتر من طريقه، لو انت مهتم بان انت تدرس فرونت اند يعني لازم من ضمن الحاجات اللي تدرسها، ودي حاجه ضروريه جدا، ان انت تعرف ازاي تتواصل مع الباك اند والطرق المتاحه للتواصل مع الباك اند. ولحد كده انت بتقف وظيفتك كفرونت اند، يعني انت اخرك ان انت بتعرف تتواصل ازاي مع الباك اند وتبعت له معلومات، المعلومات دي تكون مناسبه للباك اند، تمام، وتستقبل منه معلومات. وطبعا ده بيكون بالاتفاق ما بينكم، يعني هو مش حاجه قرآن، يعني مش لازم كذا ولازم كذا ومش عارف ايه. طبعا في معايير احنا بنمشي عليها بنسميها بيست براكتسز، بس ما دام احنا كلنا ماشيين على المعايير فاحنا بقى بنختار بقى، احنا والله انا عاوز كذا يحصل بالطريقه الفلانيه، فبتقول للباك اند اعمل لي كذا كذا، فهو بيقول لك طب تمام مش عارف ايه. فده بيكون بالاتفاق بينك وبين الباك اند طبعا يعني. حلو. فدلوقتي لو احنا شبهنا اللي احنا اتكلمنا عليه كله بمطعم مثلا، فهيبقى فيه اليوزر وفي الويتر وفي المطبخ. ممكن بالظبط اليوزر ده ممكن نقول ان هو الويب سايت بتاعنا المستخدم. اليوزر هو المستخدم اللي طلب شويه حاجات من المطبخ، فبالتالي عشان الحاجات دي تجيله هو مش هيروح مثلا عشان انا بحب المكرونه مش هيروح بنفسه يعني مش هيروح كده يقول يخش المطبخ يفتح المطبخ ويقول لهم انا عايز مكرونه بشاميل يعني زي ما انا بعمل في البيت. بيكلم الويتر ويقول له والله انا عايز الاوردر ده، فبالتالي الويتر ده بيعمل ايه؟ يخش المطبخ اللي هو بيقدر يخش، الويتر مسموح له ان هو يخش المطبخ عادي، انا مش مسموح لي كيوزر او كفرونت اند ان انا اخش المطبخ. فبالتالي الويتر ده ما بيخش المطبخ بيجيب لي الحاجه، يعني انا بديله مواصفات معينه مثلا لحاجه انا محتاجها، مثلا مش هروح اقول له هات لي مكرونه بشاميل يروح لي يجيب لي عدس مثلا، احنا مش في الجيش يا عم. بالظبط كده. ده مش منطق. او خلينا نشبه الموضوع بشكل ادق شويه عشان الناس تفهم ان الصاله والكراسي والترابيزات والشخص اللي قاعد على الكاشير وبتاع الامن اللي واقف على البوابه والانوار والاضواء وكل الحاجات اللي قدام منك دي، ده الفرونت اند. الويتر بقى اللي بيخش يجيب الطلبات من جوه ويرجع لك، ده الاي بي اي. حلو. الناس اللي واقفين في المطبخ بيطبخوا الاكل، دول الباك اند. حلو. طب هما بيطبخوا بمواد معينه، المواد دي عباره عن ايه؟ دي مواد جايه من المخزن، فدولت بقى ايه؟ دي قاعده البيانات او الداتابيز. حلو. والداتا اللي بتيجي من الاي بي اي بناء على الفيلد اللي انا باعتها له، على الانبوتس اللي انا باعتها له. يعني مثلا بالظبط في المثال بتاعنا مكرونه بشاميل، هيجيب لي مكرونه بشاميل. الباك اند بالظبط كده مكرونه بشاميل، فبالتالي الريكوست ده هيبقى ريسبونس. احنا مش هنتكلم دلوقتي في الموضوع ده بشكل ادق عشان بس ما نتوهكمش، بس الفكره لو انت طلبت حاجه الباك اند هو عنده علم ان انت هتطلبها، الريكوست هيرجع لك ريسبونس. صح كده. اوكي طيب، احنا دلوقتي برضك اتكلمنا عن الباك اند بحته بسيطه ان هو المطبخ. طب يعني ايه مطبخ؟ يعني الباك اند عمل ايه في الويب سايت نفسه؟ اديني مثال حي، مثال واقعي، انا كمصطفى مش عارف حاجه في البرمجه ابدا افهمها. يعني دلوقتي احنا اتكلمنا على فيسبوك وقلنا ان في مسج متخزنه في مكان المخزون اللي هو انت قلت الداتابيز او قلت قاعده البيانات. انا برضك عايز دلوقتي انا في حاجه انا مش فاهمها، انا عايزك تشرحها لي. انا دلوقتي هقول لك يا زين، دخلت على فيسبوك، خليني بس اديك المثال. انا دخلت على فيسبوك فقال لي ظهر لي حاجه كده غريبه بيقول لي اكتب اليوزر نيم والباسورد. دلوقتي انا لما كتبت اليوزر نيم والباسورد وعملت سند، ايه اللي حصل؟ انا دلوقتي كمصطفى ما اعرفش اي حاجه في البرمجه، فعايز افهم الباك اند عمل ايه هنا. معنى كل اللي انا شايفه ده في اللي احنا قلناه كان يو اي يو اكس الاول، وبعد كده اتحول لفرونت اند، وما ضغطت سند. ايه اللي بقى اللي حصل اما ضغطت سند؟ بس بص يا سيدي، هو الباك اند عموما او الباك اند ديفلوبر بيعمل شويه حاجات كده، يعني هنمثلها بان ناس واقفين مستنيين اي حد يبعت لهم رساله من الفرونت اند، او اي حد يبعت لهم طلب من الفرونت اند. ناس قاعدين شغلتهم كده، هم قاعدين مستنيين ان الفرونت اند يروح يتواصل معاهم. تمام. فالناس دولت بياخدوا الحاجه من الفرونت اند على حسب بقى، مثلا يعني انا عارف ان مصطفى مثلا لا يعني هو واقف دلوقتي، هنقول ان مصطفى من وسط الناس دول، وهو واقف دلوقتي على مكان جواه تيشيرتات مثلا. تمام. او المكان ده جواه مثلا، يعني لو احنا ضربنا مثال بالفيسبوك، في مكان متخزن فيه الاشعارات، في مكان متخزن فيه الرسائل، في مكان متخزن فيه البوستات، مش عارف ايه. فنقول ان مصطفى ده بتاع الرسائل، فلما انا ابعت من الفرونت اند لا مش للدرجات دي، شبالي تشغيل تاني بتاع الرسائل يعني مش احسن ما تبقى بتاع الاشعارات يعني انا بس محمد وانا بتاع الرسائل. بعد ما بتاع الرسائل هيعمل ايه؟ كمل. المهم يعني، فمصطفى اول ما خد الطلب من الفرونت اند فهو بيروح ينفذ شويه حسابات وشويه عمليات برمجيه، دي ملهاش علاقه بقى لا بالوان ولا باشكال ولا بصور ولا باي حاجه من دي خالص. الكلام ده كله في الفرونت اند. هو الراجل له في حاجه واحده بس هو بيعملها ومتخصص فيها، وهي ان هو بينفذ عمليات حسابيه وبرمجيه. العمليات دي بتبقى عمليات منطقيه. بيروح يعمل ايه بقى؟ والله على حسب انت عاوز منه ايه. والله انت بعت له مثلا رساله عايز تخزنها في قاعده البيانات. تمام. والله انا مصطفى بعت رساله لاحمد. تمام. فراح جاي رايح لمصطفى محمد قال له يا استاذ مصطفى انا دلوقتي بعت رساله لاحمد، فخد الرساله دي وديها لاحمد. قال له طب استنى يا حبيبي، ان قبل ما اوديها لاحمد انا لازم اخزن نسخه عندي منها الاول. ليه بقى؟ عشان لو انا جيت لو انت جيت تسترجعها في اي وقت، او مصطفى جه يسترجعها في اي وقت، يبقى انا عندي الحاجه اللي اقدر ارجعها لكم بيها، والا يبقى انا كده بعت له الرساله وخلاص وشكرا، انا كده مهمتي انتهت. يجي يسترجعها تاني اقول له رساله مين؟ انت بتكلمني على ايه؟ انا مش فاكرك، انت مين؟ فاهم؟ فلازم انا فلازم ان انا اخزن الحاجات دي في حاجه معينه. فالباك اند باختصار هو بيعمل عمليات حسابيه وبرمجيه. الحاجات دي بتبقى معقده نسبيا، ولكن اي حاجه يمكن تعلمها. يعني الموضوع مش معقد لدرجه ان لا يمكن تعلمه، والا ما كانش حد بقى باك اند ديفلوبر عموما يعني. فانت الفرونت اند بيتعب اكتر من الباك اند. لا ده جدال، انا ما احبش ان انا اخش في الكلام ده. انا راجل فول ستاك. انا فول ستاك برضه. انا فول ستاك، طلعوني بره الخناقه دي. يقول لك يا عم نقاشين وفلاحين ومش عارف ايه. لا مش هينفع الكلام ده. لا واخد اللقبين نقاش وفلاح بالظبط كده. طب اتقال عليا ايه بقى؟ انا بكتب كمان موبايل ابلكيشن كده، فلاح ونقاش وايه؟ مش عارف. ربنا يستر ويطلع اسم كويس. المهم يا سيدي بيحفظ عنده نسخه عشان يقدر يسترجعها بسهوله في الموضوع بالظبط كده. بالظبط كده. فهو الراجل الباك اند هو مش بس بيعمل عمليات حسابيه، ولكن هو مسؤول عن قاعده البيانات برضه، مش مسؤول عنها ان هو اللي بيدير قاعده البيانات وبيسمع وبيعمل البرميشنز والكلام ده. لا، هو مسؤول عنها ان هو بيبعت وبيستقبل الداتا بشكل صحيح. يعني لو الراجل الباك اند ده عمل حاجه غلط، والحاجه دي تخص جزئيه معينه، فتخص جزئيه معينه في قاعده البيانات، ما هو هيسجل بيانات غلط. هتيجي تسترجعها من قاعده البيانات، هتلاقي البيانات اللي انت بتسترجعها غلط هي كمان. فده هيعمل مشكله كبيره، لان انا ببقى في فرونت اند متوقع منه رد فعل معين، لا هو بيرجع لي رد فعل ثاني خالص مختلف عن اللي انا متوقعه. فكده البرنامج ما بيأديش وظيفته. جميل. فالباك اند بالرغم من ان شغلانته مش شغلانات كتير زي الفرونت اند، ولكن شغلانته حساسه جدا، لان هي مسؤوله عن اخطر حاجه في الموقع كله، وهو قاعده البيانات. تمام. فعشان كده لازم يعمل الحسابات دي بشكل دقيق، ويكون دارس الاسس والقواعد المهمه اللي تخليه قادر يعمل الحاجات دي بشكل دقيق وبشكل مظبوط، ماشي على المعايير، افضل المعايير اللي موجوده اللي احنا متفقين عليها، اللي هي البيست براكتسز. تمام. انا بحاول على قد ما اقدر ما اتكلمش انجليزي يعني. ان هم هيحتكوا بيها حتى لو دخلوا المجال. حتى ما انا بحاول اترجمها يعني برضو، عشان لو في حد الانجليزي عنده ضعيف شويه يبقى قادر يفهم الموضوع ده بالنسبه له مفيد ولا لا. يعني طب انا اروح اتعلم انجليزي واروح اتعلم برمجه، طب البرمجه هتفيدني ولا مش هتفيدني؟ طب انا مهتم بيها ولا لا؟ فعشان كده بحاول ان انا اتكلم عربي على قد ما اقدر. بس برضو كما بنقول انجليزي مش بنقول عشان احنا عايزين نتكلم انجليزي، ولكن المصطلحات دي لو ترجمت، في مصطلحات مش عايز اقولها لكم، لو ترجمت يعني هنلاقي حاجات غريبه جدا. ممكن طلاسم الجن تيجي علينا دلوقتي، هيفتكروا بالانجليزي. بالظبط كده. يعني انا بعمل مجهود زياده وانا بترجم والله. في حاجات ما ينفعش اصلا انها تترجم، فبالتالي حتى وانت بتحتاج بيها، سواء لسه داخل تتعلم، سواء انت اوريدي اصلا مبرمج، بتحتاج بها يوميا. ما ينفعش اقول لك مثلا، وليكن بلاش امثله، خلينا بس في عشان ما نتوهش عن موضوع الكلمات، خلينا بس ايه في الحته بتاعتنا دلوقتي. ماشي. الباك اند يا سيدي بكل اختصار هو بيعمل النقطه دي، ان هو مسؤول عن ان هو يودي حاجات لقاعده البيانات، يعدل حاجات في قاعده البيانات، يمسح حاجات من قاعده البيانات، ويسترجع حاجات من قاعده البيانات يبعتها للايه؟ للفرونت اند. يعني هو بيقدر يعمل الاربع عمليات دول، ان هو يقرا الحاجه اللي موجوده في قاعده البيانات، وطبعا بقى يعمل عليها حسابات، يوديها للفرونت اند على حسب بقى احنا محتاجين نعمل ايه في اللحظه دي، وان هو يضيف حاجات لقاعده البيانات. تمام. وان هو يعدل حاجات على داتا كانت موجوده بالفعل في قاعده البيانات، فيعدل عليها لو هو مسموح له ان هو يعدل عليها، وان هو يحذف حاجات من قاعده البيانات لو هو مسموح له ان هو يحذف الحاجات دي، على حسب بقى ما الفرونت اند طلب منه. والله انا عايزك في اللحظه الفلانيه تمسح لي كذا كذا، عايزك في اللحظه الفلانيه تقرا لي الرسائل الفايته مثلا، او الرسائل اللي انا لسه ما قريتهاش، فاسترجعها لي بعد اذنك واديني بيها اشعار. فساعتها الباك اند يقول له حاضر، انا هعمل حسابات معينه واجيب بيانات معينه من قاعده البيانات، وفي الاخر هرجع لك حاجه تقدر من خلالها تعمل الايه الوظيفه اللي انت بتسالني عليها دي. فالباك اند هو كل تعامله مع الاكواد، وكل تعامله مع المنطق، وكل تعامله مع قاعده البيانات. هل وظيفه الباك اند تقتصر عند هذا الحد؟ لا، له وظيفه ثانيه بقى مهمه، وهي تامين. شايف الحاجات دي؟ ما ينفعش ان اي حد كل من هب ودب بيقول لي ايه اعمل لي كذا كذا فانا اعمله له. يعني انا مثلا يعني كنا دايما نقول للعيل الصغير ايه، اي حد يقول لك ايه تعالى اما اوديك لبابا يا حبيبي اوعى تروح معاه، فاهم؟ فما ينفعش بالظبط. فالولد هيروح في داهيه كده، اي حد يقول له تعالى اما اوديك لبابا اجيب لك شوكولاته هيروح معاه. فاحنا لازم نامن الولد ازاي؟ ان احنا نعرفه ان بابا ده اهو، لو قال لك تعالى نروح في حته نروح معاه، اي حد تاني ما تروحش معاه. فكذلك طيب. برضو الباك اند لازم يامن. بيعرف ازاي بقى؟ بيعرف ازاي ان ده بابا؟ هقول لك في وسائل كتير قوي. اسهل حاجه انطق كلمه السر، دي اسهل حاجه في الموضوع. ففي كلمه سر في كلمه سر متعارفه كده بيني وبين الفرونت اند، تمام؟ اقدر ان انا ايه من خلالها اول ما انت تجيلي وتقول لي كلمه السر دي، فخلاص يا باشا انت الراجل بتاعنا، خلاص انا عرفتك، تمام؟ خلاص كده بالظبط كده. كلمه السر دي بتتنوع بقى، بتتنوع لحاجات كتير قوي، في طرق كتير قوي 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 عشان تامن بيها الموقع بتاعك او الباك اند للموقع بتاعك. فاللي هيدرس باك اند لازم يتطرق للنقطه دي طبعا، ولازم يفهم ايه هي. والنقطه دي بقى هي اللي بيجي مثلا الهاكر عشان يخترق الموقع بيبدا ان هو يلعب على النقطه دي. لو انت مش مامن الموقع بالشكل الكافي او مش مامن الباك اند بتاعك بالشكل الكافي، ساعتها يا باشا ممكن يخش يعدل حاجات على قاعده البيانات، يسرق البيانات بتاعه العملاء اللي موجوده عندك، يبهدل الدنيا. يعني يبقى انت روحك في ايده من الاخر يعني. فلازم انت تبقى دارس الموضوع بشكل كويس، وتبقى عارف ازاي تامن الموقع بشكل كويس. حلو جدا. النقطه دي اظن ان احنا طولنا فيها بما فيه الكفايه يعني، عشان نقدر ننتقل في النقطه اللي بعد كده. واكيد مش ما اتكلمناش على كل حاجه، ودي امر بديهي. دلوقتي بنحاول قدر الامكان نبسط لك المجالات دي، وكل حاجه احنا اتكلمنا فيها او باشمهندس احمد قالها هو تحتها بروسيس كتير جدا يعني مش بالبساطه دي، ولكن يعني احنا بنحاول قدر الامكان نيسر لك الدنيا. فلما نيجي نتكلم بقى ان شاء الله قدام عايزين نتكلم على مجال واحد بالتحديد، ساعتها نقدر نتكلم بشكل اعمق ونخش زي ما بيقولوا كده انتوا ذا ديب، فاهمني؟ نخش جوه المجال ونقدر نتكلم بشكل اعمق. بس دلوقتي الوقت مش في صالحنا للاسف. خلينا بس ننتقل لنقطه الاندرويد ديفلوبر واليو اي يو اكس اسمه ايه للاي او اس ديفلوبر، اللي هو مجالات الموبايل بشكل عام، عشان برضو نغطيها بحيث ان ايه الناس تبقى واخده فكره. اللي احنا اتكلمنا عنه ده هنستفيد بيه برضو واحنا بنتكلم على مجالات الايه الموبايل، تمام؟ فاحنا اتكلمنا في الويب على ان في حاجه اسمها فرونت اند ديفلوبر وباك اند ديفلوبر، واتكلمنا ان في يو اي يو اكس ديفلوبر. ليه احنا اتكلمنا عن الثلاثه دول بالتحديد؟ لان دول اكتر حاجات مطلوبه في سوق العمل، تمام؟ تتعلم بقى ستاك او تتعلم تكنولوجيا عامله ازاي فيهم، ده على حسب انت يعني عاوز تشتغل فين. جميل كده. طيب بالنسبه بقى للموبايل ديفلوبمنت او برمجه التطبيقات بتاعه الموبايل، في نفس الفكره برضو. انت بس في الموبايل ديفلوبمنت بقى انت بتعمل كل حاجه من A to Z، انت اللي بتعمل الواجهه الرسوميه، وانت اللي بتعمل البرمجه الخلفيه، وانت اللي بتعمل قاعده البيانات، وكل ده بيبقى ايه شغال مع بعضه. تقدر ان انت تعمل، في ناس بتقدر تعمل الحاجات دي كلها في نفس الوقت. وفي مجال اسمه فول ستاك برضه في الويب، اللي هو زي ما انا شغال كده فول ستاك. فول ستاك ده اللي هو عباره عن فرونت اند مع باك اند، وطبعا ساعات بيعمل يو اي يو اكس برضه ساعات والكلام ده. ف متبهدلين يا باشا، انا يو اي يو اكس شغال فرونت اند شغال باك اند شغال، وعلى الله بس المرتب يكفي يعني. اظن في الحكايه ديت انت ما بتبقى متخصص في حاجه واحده بس، بتبقى برضو يعني قادر انك تبدع فيها بشكل افضل. يعني انت مثلا لو بالظبط، انا بدات فرونت اند على فكره. بالظبط. الديدلاين للاسف بيحكمك، يعني انت لو مثلا وليكن شغال على بروجكت وانت لوحدك فيه، لو شغال بتستلم من A to Z، شغال بقى يو اي يو اكس، شغال فرونت اند، شغال باك اند، اكيد هيجي في حاجه منهم وهتاثر غصب عنك، حتى لو انت بيرفكت في كل ده، حتى مع ان ده مش حقيقي. ما ينفعش تبقى شاطر في كل حاجه، عشان كل مجال من ده يعني في حاجات كتيره جدا بتندرج تحته. محتاج تتعلمها عشان تبقى شاطر. فبالتالي احنا بنقول احنا فول ستاك او كده، يعني بنعرف نشتغل، بس لو كل واحد فينا عنده مميزات في حته واحده برضه يعني بالظبط انت شاطر في جزئيه بجد قوي فيها اكتر من الثانيه. بنبقى ان الفول ستاك هتعرف تعمل المطلوب، بس انت احتراف اكتر او عندك حته كده ان انت تقدر ايه تظبط حته واحده دي بالنسبه لك بيرفكت، وحتى بتبقى مستريح فيها صح. يعني انا بالنسبه لي لو شغال على حاجه فول ستاك انا ببقى مستريح في نقطه وانا بعملها عن الحاجه الثانيه. ممكن النقطه اللي انا بعملها دي مستريح فيها بتبقى بالنسبه للناس تانية صعبه جدا، اللي هو ده مثلا كنا بنتكلم في موضوع الفرونت اند والباك اند وكده، بيقول لك الفرونت اند سهله والباك اند سهل صعبه او العكس. طب ده بيبقى بناء على ايه اصلا؟ لو شخص شغال فول ستاك بيبقى بناء على الحاجه اللي هو متمارس فيها اكتر واللي هو بيحبها اكتر. طبعا الشغف والحب المطلوب في الحته دي برده قوي. فانت ما تستعجلش، انا بقول لك الستوري الحزينه دي ليه، ما تستعجلش انك تبقى فول ستاك، عشان انت مش هينفع تقول على نفسك فول ستاك الا بعد كام سنه ما تشتغل في حاجه كام سنه بعد كده تبدا. ايوه، ولو اشتغلت كام سنه في حاجه ده مش معناه برضو انك خلاص كده شربت كوبايه الفول ستاك، ملهاش علاقه. كل شويه بينزل لا. حاجه جديده بس، وكمان بتفضل طول عمرك برضو في مثلا لو انت بادئ فرونت مثلا او بادئ باك او مش شرط انت بادئ ايه، يعني انت بتفضل طول عمرك برضو اقوى في حاجه من حاجه تانية. انت بتبقى حاسس بنفسك حتى لو ده مش باين قدام الجميع، فانت برضو انت عندك انت عارف قدر نفسك في الجزئيه دي، حتى لو انت بس انت عندك ضعف فيها. كان انا برضو اوضح الحته دي عشان دلوقتي للاسف الشديد في شباب كتير بيتكلمني، مش عارف انا حسيت ان انا عجوز ولا ايه. انت رحت فين يا ابني؟ هو تقريبا انت عند نقطه ايه، انت بتهرب ولا ايه؟ لا يا عم ما قطعش ولا حاجه، انا معاك. بقول لك ايه، في شباب كتير بيتكلموا في الجزئيه دي، تقول لك انا بقالي سنه في فرونت اند عايز ابقى باك اند. انا بجد والله حضرتك عايز ايه؟ طب اشتغل فرونت شويه طيب، يعني حلل ثمن التعليم اللي انت اتعلمته يا اخي. يعني بوشكاش محفوظ لما كان تحت العربيه كده والبتاع وقعت عليها، فاكر بيعمل انا ببقى عايز اعمل رياكشن ده. ايوه يا اللي عايز ايه، فاهم؟ فما تستعجلش لكونك عايز تبقى اسمك فول ستاك، ولكن استعجل مش استعجل بقى، خليك متيقن في حته معينه، عشان لو انا ككلاينت وانا انسان فاهم وعايز اطلع المشروع البرودكشن بتاعي يبقى كويس وهاي كواليتي وكده، عندي اجيب 2 فرونت اند وباك اند افضل ما اجيب واحد بس بيبقى مركز. السياسات دي مش موجوده في كل الشركات برضو، عشان نبقى ايه واضحين. في شركات بتنزل عايزه عبد، مش عايزه فول ستاك بس، ده عايزه شغال بيعمل قهوه بعد الشغل. انت عايز ايه بالظبط؟ او انت مبرمج وبتاع شبكات وبتاع امن معلومات، ولو انت يعني ولو النت قطع نروح نخليك تنزل تروح تصلح النت عند الشركه غير كده. لا وهاكر، فاهم؟ وبتهكر اكونت. ايوه يا باشا. بيجي لك الاسئله دي برضك، عايزينك هندسه الاكونت كراش، بتعرف تعمل ايميلات لا وبتعرف تصلح كمبيوتر برضه، ده بيجي لي برضه، فاهم؟ يعني انت لازم مبرمج. ايه انت عايز تبقى شرع رمله ولا ايه؟ فانا بحكي لك القصه دي مش عبثا، ولكن عشان افهمك انك محتاج تركز اكتر انك بتجري. لا انت محتاج تركز في حاجه معينه عشان تلاقي نفسك فيها مكان. وبرده كان اتطرق للنقطه دي، اللي المجال بقى زحمه جدا، بس هل هو زحمه عشان كل الناس دي محترفه؟ لا، ما كناش هنلاقي شغل يعني. بالظبط، ما كناش هنلاقي شغل، بس الفكره ان مش كل واحد راح يتعلم له حاجه، فده معناه ان هو مؤهل ان هو يشتغل بيها. وطبعا والله خلينا نضيف نقطه برده بالنسبه لموضوع ازدحام المجال ده يا جماعه. الناس اللي شاطره في المجال قليله، ومصر بالذات فيها ازمه في موضوع السينيورز والميد سينيورز، لان اي حد بيبقى شاطر في المجال وخلاص يعني بيبدا يشد حيله شويه ومش عارف ايه، يلا يا باشا انا اتكل على الله وسافر على بره. بالظبط كده، مرحب ببلاد الفرنج. يقول لك انا ايه اللي يعدي هنا يا عم، انا اتكل على الله واروح في مكان تاني مش عارف ايه. وكمان الشركات ما عندهاش عقليه الاستثمار في الناس الجديده هو بيبقى عايز شغل يتم وخلاص، ما بيبقاش عقليه ان هو ايه والله انا اجيب واحد مثلا اعلمه واصبر عليه شويه ولكن فهو هيديني مع الوقت العائد اللي انا محتاجه اكتر. ما عندهمش العقليه دي شويه، هم معذورين برضه، هم عاوزين يطلعوا الحاجه باسرع وقت ممكن وياخدوا المكسب بتاعهم وخلاص على كده. لا وغير كده مش ضامن، مش ضامن برضه المبرمج اللي هو هيعلمه ده هيقعد معاه اصلا ولا لا. ما هو يمكن بعد ما يبقى مبرمج شاطر برضه يعمل نفس الايه هلا ببلاد الفلوس. بالظبط وده طبعا يعني العمله والحاجات دي يعني الموضوع بالظبط. ففكره ان انت تحس ان المجال بدا يتشبع بقى بالنسبه للناس الجونيورز وناس كتير مقدمين وانت ما بتجيلكش فرصه، افضل طور من نفسك يا باشا وما تقعدش مستني حاجه معينه وانت ايه انا اتعلمت بقى وجونيور اهو، اما استنى بقى واحط ايدي على خدي واستنى بقى اقدم على وظائف وخلاص بقى. لا يا باشا طور من نفسك، اتعلم حاجات متقدمه اكتر، اعمل مشاريع اكتر لحد ما توصل ان انت ممكن وانت شغال مع نفسك كده وعملت مثلا شويه كذا بروجكت مثلا فريلانس او الكلام ده مع بروجكتات شخصيه والكلام ده، ممكن مستواك ينتقل اصلا من جونيور لميد ليفل وانت في العمليه دي. فانت ليه اصلا تحرم نفسك من التقدم ومستني انا لا اصل انا عقليتي ان انا اخش جونيور، لازم اخش جونيور. مش شرط يا حبيبي، ممكن مع نفسك وانت شغال ومع نفسك وانت بتطور من نفسك توصل لمستوى اعلى من اللي انت متخيله. هو برضك عايز اضيف نقطه في الحته ديت، ان كله عايز الجدع ان هو يشتغل، بيبقى في نوع من الناس يعني، او انا فاكر ان في نوع من الناس وفي اكتر من كده، بس اللي انا يعني ممكن القي الضوء عليهم اللي واحد بجد عايز يخش عشان يتعلم بجد، عايز مثلا يجرب التجربه يروح شركه يتعلم، وفي نوع تاني اللي هو انا عايز اعمل سبوبه، عارف انت سبوبه اعمل البرمجه في 3 ثواني. هو بالظبط يمشي تبع الناس دي. وايه خلينا نتكلم في النقطه دي لما تيجي يعني، خلينا نخلص بس حته هيبقى كتير قوي في المجالات المطلوبه دي بجد. نخلص بس حته الموبايل وبعد كده ننتقل على اللي بعدها يعني. الموبايل احنا قلنا ان في يعني في حاجه اسمها ان انت دلوقتي يا اما تبرمج ابلكيشنز للموبايل اللي هو الاندرويد، يا اما تبرمج ابلكيشنز موبايل اللي هو في نظام تشغيل اي او اس اللي هو بكل بساطه ايفون. يعني الموبايلات بتتقسم لحاجتين، ايفون ومش ايفون، تمام؟ الايفون له نظام تشغيل اسمه اي او اس، انما اي حاجه ثانيه غير ايفون ليها نظام تشغيل اسمها اندرويد. في انظمه تشغيل ثانيه موجوده، بس هل هي منتشره؟ لا مش منتشره، وما تستحقش ان انت تروح تضيع من وقتك ومجهودك عشان تتعلم حاجه موجهه لانظمه تشغيل ثانيه، تمام؟ فانت ممكن تبقى اندرويد ديفلوبر، اندرويد ابلكيشنز ديفلوبر، ممكن تبقى اي او اس ابلكيشن ديفلوبر. ده لو انت هتخصص نفسك في حاجه من الاثنين، تمام؟ وفي حاجه اسمها كروس بلاتفورم. يعني ايه؟ يعني ان انت بتعمل كود معين والكود ده عن طريق تكنولوجيا معينه يشتغل على الاثنين سواء هنا او هنا. لكل حاجه ليها مميزاتها وعيوبها، وكل حاجه من دول من اللي انا قلتهم دول مطلوبين في سوق العمل طبعا، وكل حاجه من دول برضو فيها الواجهه الرسوميه اللي انت بتعمل فيها الحاجات اللي احنا كل اللي احنا اتكلمنا عليه في الويب موجود برضو في الموبايل. في حد ممكن مثلا يختص ان هو يشتغل على حاجات معينه ليها علاقه بقاعده البيانات، ممكن حد يختص على حاجات في حاجات معينه بتعمل عمليات حسابيه في الخفاء، ممكن حد يختص في حاجات معينه بتعمل الواجهات الرسوميه والكلام ده مش عارف ايه. يعني انت نفس التقسيمه تقريبا بتبقى موجوده برضو في الموبايل ديفلوبمنت. حلو، يعني هو قصده كل الحاجات اللي احنا ذكرناها قبل كده في الويب ديفلوبمنت عموما. انا قلنا فرونت اند وباك اند وفي يو اي وفي مش عارف ايه، هو بالظبط نفس الحاجه دي موجوده برضه في الموبايل مع اختلاف بقى البلاتفورم اللي الحاجه دي بتشتغل عليه. بالظبط كده. حلو جدا كده. ايه نخش بقى على النقطه اللي بعدها، ايه هي طرق تعلم البرمجه؟ احنا طبعا عارفين ان في طرق كتير جدا، ان انا اخد كورسات بره، ولا اروح اتعلم من اليوتيوب، ولا اروح يوديمي، ولا اشوف لي منتور، ولا اروح اسمع لي فيديوهات شورتس على تيك توك تقول لي ازاي اعمل سبوبه في 3 دقايق، ولا اعمل ايه الوضع. وهل يعني بجد الموضوع صعب؟ يعني موجود صعب ان انا اتعلم اصلا؟ خلينا نمشي واحده كده، نمشي في الطرق نفسها نشوف الدنيا عامله ازاي. هو زي ما انت قلت فعلا في طرق كتير جدا للتعلم، هي مش طريقه واحده. والشخص اللي بيتعصب لطريقه عن طريقه تانية مش عارف، بحس ان هو يعني ما هوش باصص الا لطريقه فهمه هو. يعني مثلا واحد يقول لك ايه اتعلم الاساسيات في الاول ومش عارف ايه والكلام ده، وواحد تاني يقول لك لا يا عم اتعلم الحاجه مباشر وخلص نفسك ومش عارف ايه. لا لا لا، ده غلط ولا ده غلط، تمام؟ كل واحد بيتكلم من منظوره هو، من وجهه نظره هو. فخلينا نقول اصلا ايه هي طرق التعلم. طرق التعلم ان انت تروح مثلا لو انت هتروح كليه اللي هي كليه حاسبات ومعلومات وتتعلم فيها بعض الحاجات وكده، وبعد ما انت تظبط نفسك في الكليه هتلاقي نفسك عندك شويه معلومات كتير في مواضيع مختلفه. بعد كده تبدا ان انت تتخصص بقى في حاجه معينه. والله انت ذاكرت مع نفسك وتخصصت ايام الكليه، الكليه مش بتخصصك، انت بتتخصص مع نفسك، هي بتخصصك في حاجه برضو كبيره ما ينفعش ان انت تشتغل فيها كمسمى وظيفي برضو. فانت والله بعد ما انت خلصت الكليه عايز تتخصص بتبدا تتخصص بعد الكليه، ممكن وانت في ايام في سنه رابعه ولا حاجه بتذاكر مع نفسك وبتبدا ان انت تتخصص مع نفسك في حته معينه، انت خلاص عرفت ان انت يعني حابب حاجه معينه فبتبدا تتخصص فيها. فوالله مجال الطريق الكليه ده ما هوش متوفر لكل الناس، مش كل الناس مثلا جابوا مجموع حاسبات ومعلومات، مش كل الناس كانوا مثلا ايام ما كانت الحاسبات بتاخد من علم رياضه بس، مش كل الناس كانوا علم رياضه، تمام؟ مش كل الناس عندهم رفاهيه الوقت والمجهود ان حد يصرف عليهم مثلا فيروحوا الكليه ويتعلموا، وفي حد تاني بيسبورت الموضوع من بره وعمال مثلا ايه يديهم بقى فلوس ويروحوا فيها بيها كورسات ويروحوا الجامعه والكلام ده. فالموضوع الى حد ما ممكن ما يناسبش ناس كتير، بس دي حاجه موجوده. الشباب الصغير اللي مثلا بتفكر تقول اخش كليه حاسبات ولا اتعلم مع نفسي ومش عارف ايه والكلام ده، لا خش كليه حاسبات، لان في مميزات انت هتاخدها. ده في حاله انك عندك امكانيه انك تخش كليه حاسبات ما تضيعهاش من ايدك. بالظبط 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 بالظبط. انا واحد من الناس اهو بعد ما اتخرجت من كليه تجاره بعمل دراسات عليا في قسم علوم الحاسب جامعه القاهره، كليه الدراسات العليا يعني، عشان اخد دبلومه اللي هي بوست جرادويت دبلومه، وبعد كده اخد ماستر او ماجستير في علوم الحاسب عشان ابقى انا الجنرال نوليدج. انا الحمد لله الجنرال نوليدج موجود عندي يعني، بس الفكره في ايه؟ انا محتاج لاسباب مختلفه. يعني انت الكليه دي بتستفيد بيها ان انت خلاص انت راجل معترف بيك من الدوله نفسها ان انت شغال في الحاجه دي، جيت تسافر انت ما بتقابلش الصعوبات اللي بيقابلها مثلا حد تاني في الورق بتاعك وفي الفيزا اللي انت هتطلعها. الكليه بتوفر عليك حاجات كتير قوي، صداع كبير قوي ممكن انت تكون في غنى عنه يعني. فانا يعني عشان انا عاوز اسافر وعشان انا عاوز برضو لو في حاجه فايتاني انا الناس اللي خدوها في الكليه وانا ما خدتهاش احاول ان انا اعوضها. فدخلت المكان ده وربنا يكرم ان شاء الله. يعني هي رحله طويله شويه، سنتين دبلومه وسنتين ماجستير، بس ربنا يكرم ان شاء الله الواحد يخلصها يعني على خير. المهم يعني ما تضيعش كليه حاسبات من ايدك. في حاله انك قادر انك تخش حاسبات خشها، وحتى تتعلم مع نفسك عادي. هي الكليه مش شرط عشان بقيت في كليه انك تم يعني تهمل بقى التعليم الذاتي، لا انت عندك مقدره انك تخش حاسبات، خش حاسبات يا باشا وتوكل على الله. وبعد كده تطور من نفسك، مش بعد الكليه، اثناء الكليه يعني تطور من نفسك. ولكن في حاله انك ما دخلتش حاسبات عشان مثلا مجموعك ما جابهاش ايا كان الحاجه دي ايه، ما تتعبش نفسك وتقول لا خلاص انا مش هشتغل في المجال ده. ده اللي انت عايز تقوله. صح كده، صح كده بالظبط. طيب طريق تاني للتعلم، وهو انت خلاص يا عم فاتت عليك الكليه، هل انت كده ما تقدرش ان انت تتعلم برمجه؟ لا، تقدر تتعلم برمجه برضه. فالطريق التاني هو ايه؟ لو انت لسه صغير في السن او عندك رفاهيه الوقت او عندك ان انت تقدر تعمل مجهود، المجهود ده ممكن يمتد مثلا لسنتين ثلاثه، فالطريق ده هيبقى مناسب ليك، وهو ان انت تقعد تتاسس كويس في البرمجه. يعني ايه؟ تجيب الموضوع نفس يعني هتبقى موضوعات مقاربه شويه لان الناس بتوع حاسبات خدوها، بس انت طبعا يعني انت طبعا هتخش بالمايند سيت بتاع اللي هو ايه، والله انا متارجت او مستهدف مجال معين، والمجال ده انا عاوز ان انا اشتغل فيه بعدين، بس انا عندي وقت وعندي مساحه وبابا لسه بيصرف عليا وايا كان يعني، او مثلا في فلوس شويه فلوس عينها على جنب مثلا والدنيا ماشيه، او انا شغال في شغلانه مش متعبه والشغلانه دي انا مش متضرر منها ولا حاجه وبتجيب لي الفلوس اللي تكفيني وزياده. فانا انصح الناس تتعلم بالطريقه دي، ان هو يقعد يصبر على نفسه شويه ويقعد يدرس اساسيات البرمجه بشكل عام. البرمجه ما هيش ان انت تروح تتعلم فرونت اند بس او تتعلم باك اند بس، اللي عنده المعرفه البرمجيه، البرمجه هي عقليه على فكره، اللي عنده العقليه البرمجيه وعنده المعلومات اللازمه اللي تاهله ان هو يكون مبرمج تمام وان هو يكون مؤسس نفسه صح، هيقدر يتنقل من مجال لمجال بكل سهوله بكل سهوله. بيبقى الموضوع بالنسبه له يعني ايه، اسبوعين ثلاثه دراسه كده يشوف المجال ده بيتكلم في ايه والموضوع بالنسبه له عامل ازاي، فتلاقي نفسه ان هو ايه بدا يعمل حاجات ويطلع حاجات من المجال ده. مش بقول ان هو هيبقى محترف، لا هو مش هيبقى محترف في اسبوعين ثلاثه، انا بتكلم ان هو هيبدا بالفعل يطلع نتيجه تمام. فده ده لمين؟ ده للناس، ده للشخص اللي هو اللي اتاسس صح من الاول. فدي طريقه من طرق التعلم تمام. طيب يعني احنا كده عندنا طريقتين، اول طريقه ان الشخص نفسه مش قادر دلوقتي، مش صابر على نفسه، عايز فلوس من الاخر وداخل مجال البرمجه وعارف ان هو بيجيب فلوس، والراجل خلاص داخل مباشره على فرونت اند واتعلم، دي واحده من طرق التعلم مثلا. الطريقه الثانيه ان الشخص ده معاه مش محتاج فلوس دلوقتي، خلينا نقول بقى ايا كان هو معاه فلوس، حد بيصرف على ايا كان ماليش علاقه بالقضيه دي، الفكره هو معاه فلوس مش مستعجل ان هو يجيب فلوس وعايز مثلا يتاسس كويس عشان بعد كده يقدر يشفت ما بين اي مجال والتاني جوه مجال البرمجه ويبقى محترف، يبقى مميز من الاخر على المجالات دي. ما هو طبيعي هيبقى مميز دي. لو انا شخص عارف مثلا وليكن فرونت اند بس ومش عارف اساسيات، اكيد عنده قصور في حاجات كتير، اكيد هيقابلني مشاكل قدام مش هقدر احلها عشان انا حتى كمان في التطوير بتاع نفسه هيبقى الموضوع فيه صعوبه في التطوير بتاع نفسه. لو تكنولوجي ماتت وطلع تكنولوجي ثانيه تمام، فكره ان هو يقدر مع نفسه يتعلم التكنولوجي الجديده دي، لا هيحس ان هو بيعيد من اول وجديد. انما الراجل اللي متاسس صح بالنسبه له ان هو ايه، ده دي الاختلاف في كذا وكذا ومش عارف ايه والكلام ده، خلاص انا فهمت الموضوع ماشي ازاي بكل بساطه. ايوه استيل برمجه، احنا ما طلعناش من بره الجزئيه دي برمجه، يعني دي الفكره احنا بالظبط كده برمجه. انا اعرف لحد دلوقتي ناس عشان هي كانت محتاجه ان هي تشتغل عشان الفلوس يعني، لحد دلوقتي مش قادرين يشفتوا جيكويري بجد. واعرف واحد معرفه شخصيه كان الاول طلب مني نصيحه، هو غالبا هيسمع الحته دي يعني، فانا هقولها واتفقت معاه ان اقولها، قال لي عادي يعني. فالمهم مش عايز اذكر اسماء طبعا، ولكن انا بقول لك ايه، هو طلب مني نصيحه من زمان جدا تقريبا من 3 سنين. قال لي دلوقتي انا قدامي طريقين، اللي انا في شركه بعت لي ان هو اشتغل فيها جونيور، هو قدم يعني واتقبل، ولكن هو ما كانش مهيئ للشغل. يعني ايه ما كانش مهيئ للشغل؟ يعني الشركه ديت في مكان معين، المكان ده شركه مش كبيره، ممكن نقول تحت بير السلم، فتحت بير السلم بالتالي مرتبك ميت، بس هو عايز يحس ايه، ان بدا المكن يطلع قماش زي ما بيقولوا، بدا ان في جميل. فبدا ان هو يكون الطريق اللي انت قلت عليه ده، ان هو خلاص انا هروح اشتغل، مش مهم الخبرات اللي انا هكتسبها، مش مهم اي حاجه كده كده. انا هو خد بالك انا لسه ما اتكلمتش في الطريق ده، انا كنت بتكلم في حته التاسيس عموما يعني، بس لسه هتكلم عنه يعني. لا بينعكس على الشغل في النهايه، ما انت ده اللي بكلمك فيه. هو دلوقتي بعد 3 سنين في الشركه عايز يطلع منها، فبيقدم مش عارف الثانيه، مش عارف ليه، مش عارف عشان الشركات طالبه حاجه هو مش عارفها، وعشان بالظبط كده صعب، انا هو مش متاسس، هو راجل بتاع جيكوين خلينا نقول كده، فبالنسبه لي الموضوع صعب. فمن الاخر انت عندك الرفاهيه، مش بنقول رفاهيه، عندك الوقت الكافي انك تتعلم بشكل احترافي اكتر وتبقى مبرمج دوت كونسيومر. باشمهندس احمد ناصر بيحب يقول الكلمه دي على طول يعني، فذكرت له بقول لك ايه نوت كونسيومر يعني. فلو انت مبرمج مش كونسيومر، او عايز تبقى مبرمج شاطر ما تبقاش ليجاسي يعني، مش مع الوقت ان الموضوع بيبقى صعب، ممكن بتقدم مع الكود اللي بيقدم. ده مش معناه برضك انك في حاله خدت الطريق واشتغلت يعني، انت اتعلمت واشتغلت انك كده عفى عليك الزمن خلاص، لا انت ممكن اثناء شغلك اصلا تبدا ترجع على الاساسيات تاني، لا يعني مش مقتصر الاساسيات، مش هتقول لك انت ما بداتش بيا فخلاص انت مالكش دعوه بيا، لا هي مش هتعمل كده فاهمني. الفكره ان على حسب حياتك انت، كل واحد ليه كاستمايزيشن في مرحله الليرن او مرحله التعلم على حسب شخصيته هو او على حسب مسؤولياته وعلى حسب حياته. ما ينفعش خلينا نتكلم بقى على الطريق الثالث ده عشان ايه نكفر الموضوع كله، بحيث ان يعني انا حسيت برضو ان انت متحامل على الطريق ده شويه. هو الطريق ده على فكره وليه المفاجاه اللي الناس ما تعرفهاش، هو ده الطريق اللي انا اتعلمت بيه. متخيل بقى؟ حلو. لا ما انا عارف. يعني مفاجاه يا جماعه، الطريق اللي احنا عمالين نشتمه بقالنا ساعه ده هو اللي انا اتعلمت بيه اصلا. يا شباب انا بدات اتعلم ببيسو. لا بس برضه انت عملت الحاجه الاخيره اللي انت بعد كده عملت ايه؟ ما انا هقول اهو بقى يعني تفاصيل الموضوع ده ايه، لان الموضوع ده مهم جدا. انت دلوقتي واحد ما عندكش رفاهيه الوقت ومفيش حد بيصرف عليك وشغال في شغلانه يا عيني طالع عينك 8 ساعات ووراك مسؤوليات ووراك بيت واولاد والكلام ده، او شخص مستعجل على ان هو عايز يطلع فلوس من الشغلانه وعايز تنجز. طب هل انت كده مالكش فرصه ان انت تخش مجال البرمجه عموما؟ لا الاجابه لا. بس لازم تدخل بمعايير معينه، والمعايير دي لو انت ما مشيتش عليها هتضيع نفسك. تمام؟ المهم اول معيار انت دلوقتي يا باشا هتشوف ايه المجال، مجال من المجالات اللي هو تحس ان هو مناسب ليك اكتر. احنا هنتكلم على فكره ازاي تختار المجال المناسب ليك بس بعد ده على طول. انت هتشوف ايه المجال اللي مناسب ليك. والله مثلا انت اخترت فرونت اند، تمام؟ اغلب الناس بيبداوا فرونت اند، فقلت طيب انا هتعلم فرونت اند. وانت بتتعلم يفضل ان انت لو في حد تعرفه بيدي كورس كويس والكورس ده فعلا هيأهلك لسوق العمل روح معاه. بس في نصابين كتير في الموضوع ده، وانا يعني انا اسف ان انا بقول لفظ نصابين، بس هم بالفعل هم اللي بيعملوا كده، هم نصابين. هو بينصب على الناس حرفيا. في نصابين كتير في النقطه دي، فلازم لما تروح يا عم اسكت خليني ساكت بقى. فالمهم يعني ايه كان كام شهر مش عارف، بيقول لك 1200 جنيه وتتعلم بيهم 8 شهور باين، ما اعرفش ايه الموضوع ده ازاي. انا مش قادر اتخيل يعني. يعني الشهر واقف بكام؟ ما يكملش 150 جنيه. يا جدعان ده يا جدعان المهم يا سيدي خلينا نتكلم. دلوقتي يعني انت تقدر في وقت قليل تتعلم تكنولوجي. يعني ايه تتعلم تكنولوجي؟ يعني تتعلم حاجه تشتغل بيها. مثلا اشهر الحاجات اللي مشهوره دلوقتي رياكت وانجلر وفيو. لو انت تشتغل مثلا في مصر مثلا في عندك رياكت وانجلر مشهورين شويه، وخصوصا رياكت. يعني رياكت ديفلوبر ده بيتطلب على طول يعني، بس عليه منافسه شديده. المهم يعني اكتر دلوقتي هو انجلر اكتر، بس للاسف هو مقترن شويه بحته ان انت تكون سينيور، ومقترن اكتر بحته ان انت يكون معاك دوت نت. فهو انجلر فعلا مشهور جدا في مصر، بس بيقترن بالحاجتين دول، ان انت تكون متمرس قوي. انجلر عنيف شويه، فبيحتاج ان انت تكون متمرس اكتر، وبيحتاج ان انت تكون معاك معرفه شويه بدوت نت في الباك اند. ده اللي انا بلاقيه، ده اكتر حاجه بلاقيها يعني. انما انجلر لوحده كده، انجلر ديفلوبر جونيور، انجلر ديفلوبر، بتهيألي ما شفتهاش قبل كده. بتبقى صعبه شويتين ثلاثه يعني. فانا دلوقتي بكلم واحد هيتعلم وهيبقى جونيور او هيبقى ميد ليفل، فرصته في الرياكت احسن شويه يعني، احسن بنسبه بسيطه يعني، مش هقول بنسبه كبيره يعني. وبرده فيو جي اس ليها شغلها يعني، خلينا ما نهدرش حق الموضوع. فيو جي اس ليها شغلها، وفي ناس شغالين فيو جي اس موجودين في مصر بقى. فالله صدق دلوقتي على اكثر طلبا، عشان ايه الدنيا تبقى واضحه. اكثر طلبا عارفين ان هم مثلا انجلر ورياكت، وانجلر اكتر، بس انجلر زي ما انت قلت كده مقتصره، مش انجلر لوحدها جونيور. خلينا ليه برضو يعني محتاجين نفهم ليه مش انجلر لوحدها جونيور، يعني برضه ده سؤال صعباني شويه، بس ليه يعني اشمعنى؟ والله هو اغلب الشركات اللي بتشتغل انجلر بيبقوا شركات خليجيه موجوده في مصر، او شركات بتتكلم على يعني شغاله على مستوى اللي هي انتربرايز ليفل، او المستوى يعني سكيل كبير يعني، او مستوى كبير. المستوى ده بيحتاج ان انت بتحتاج ان انت تشتغل على مشاريع، المشاريع دي لحد ما كبيره. يعني ممكن الشركه تكون شركه صغيره او لسه بادئه، بس لما بيجوا يشتغلوا بانجل بيشتغلوا بانجل عشان هم عايزين يشتغلوا على مشروع، المشروع ده هيكون فيه اكتر من ديفلوبر مثلا، او المشروع ده لحد ما مشروع كبير. وانجلر بيجبرك ان انت تكتب كود بطريقته، يعني بيخليك تكتب كود غصب عنك بطريقه معينه مناسبه لايه، لانجلر. للاسف يعني في كل واحد ليه طريقه شكل بالظبط كده. الباترن بتاع رياكت يعني بتاع انجلر بيحكمك بحاجات معينه، حاجات معينه بالظبط. هو بالاخر هو عنده برودكشن شغال مثلا، فهو عايز يدي ناس عشان الموضوع ما يبقاش بالظبط. بيبقى بالنسبه له ان هو يجيب حد ميد ليفل وسينيور احسن من ان هو يجيب جونيور، لان هو ده اللي هيخدم الكيس بتاعه. يعني اغلب الشركات اللي شفتها كده يعني بالظبط. تمام. المهم يا سيدي، فانت لو انت اخترت ان انت تتعلم الطريق ده مثلا يا سيدي، رحت اتعلمت مثلا HTML و CSS وجافا سكريبت، وفهمت شويه عن ازاي تعمل تمبلت وازاي تعمل ريسبونسيف ديزاين والكلام ده. الكلام اللي انا بقوله ده يبان ان هو بالنسبه لك يعني هيروغليفي، بس لما تبدا تمسك كلمه كلمه من الكلام ده هتبدا انت تلاقي وراها علم، واللي تلاقي وراها في ناس كتير بيدوا كورسات فيها مجانيه على اليوتيوب. مصطفى عامل شغل جامد جدا على فكره، وده مش عشان قدامه الراجل ده، انا بشكر فيه من وراه كمان يعني بتكلم عنه بكل خير. يعني مصطفى عامل شغل جامد قوي يعني، فربنا يجازيه كل خير. انزل اعمل لايك بقى، انزل اعمل لايك للراجل يعني ما تخليناش ليه يا باشا بزاف ده عشان الكلام يا عم، بس احنا بالكرة دي في كورسات يا عم وشغل مصروف عليه ومتعوب عليه. ديك بلايت ومايكات تعبانه ب 100 جنيه فدلع الكلام كده. المهم يا سيدي، المهم موجود يعني اماكن كتيره زي ما انت قلت، المكان اللي انت تختار منه تتعلم منه. فانا بنصح ان انت لو انت تعرف حد والحد ده موثوق فيه بيدي كورس، والكورس ده يؤهلك لسوق العمل، ويكون راجل مثلا انسان كويس وسمعته طيبه يعني، ويتابع معاك اول باول، تقدر تساله ويجاوبك، تقدر ان انت تتناقش معاه. ده احسن بكتير قوي من ان انت تمشي المشوار ده لوحدك. انت راجل دلوقتي راجل عملي، انت رايح تتعلم حاجه عشان تطلع من وراها فلوس، فلازم تختصر على نفسك الوقت والمجهود. مفيش مشكله ان انت تدفع ثمن كورس، والكورس ده تاخد قصاده قيمه حقيقيه بحيث ان انت تشتغل بسرعه. دي اول نقطه. تمام. تاني نقطة، وهو ان الكورس اللي انا بتكلم عليه ده لازم يكون له مواصفات معينة، ما ينفعش ان انت تروح اي كورس كده والسلام. يعني النقطة اللي انا اتكلمت عليها ان انت تبقى وسيلة التواصل بينك وبين المدرس تكون مفتوحة، في اي مشكلة عندك تقدر ان انت تحلها معاه، مشكلة في الكود يعني، مش قادر تعمل حاجة معينة فتطلب نصيحته فيدلك على حاجة معينة. لو الكورس بالمواصفات ده سواء كان اونلاين او اوفلاين، انا شايف ان هو ده اللي مطلوب في المرحله دي، ان انت تتعلم بالطريقه دي، ان حد يديلك المعلومه والمعلومه دي تستفيد بيها مباشره. زائد ان المدرس بيوفر عليك نقطه مهمه قوي، وهو ان انت تعيش في بحر المعلومات الكتير اللي موجوده على النت اللي ملوش حدود. الراجل ده بيبقى عارف ايه اللي تتعلمه في المرحله الفلانيه. والله يقول لك ايه، انت كراجل مثلا انت مش محتاج تتعلم HTML كله، انت محتاج تتعلم 1 2 3 4 5 وبعد كده تنتقل على CSS. مش محتاج تتعلمه كله برده، انت محتاج تتعلم 1 2 3 4 5 وبعد كده تنتقل على الجافا سكريبت. مش بتحتاج تتعلم جافا سكريبت كلها، محتاج تتعلم برده اجزاء معينه منها. هو بيدي لك الحاجات المناسبه للليفل بتاعك. هو بيبقى خلاص المجال اللي انت داخله، خلينا نقول كده افضل عشان بس محدش يفهم الليفل، على حسب المجال اللي انت داخله. يعني انت مثلا واحد داخل باك اند غير واحد هتبقى اوريدي تخصصك فرونت اند بس، فاهمني؟ خلينا نقول كده عشان ما حدش ياخد كلامنا ده ويقول خلاص بقى ده بيقولوا ما تتعلمش HTML كامله، عارف انا الناس دي. لا لا هاشتاج. فالمهم يعني على حسب طبعا التخصص ده في الاول. انا يعني خلينا متفقين ان انا دلوقتي بضرب مثال بالفرونت اند يعني. فانت دلوقتي راجل جونيور، ففي معلومات مناسبه ليك كجونيور، وبرضه في معلومات في ال HTML وفي ال CSS وفي الجافا سكريبت مناسبه للميد ليفل واللي هو مستوى متوسط يعني، وفي معلومات برضه في ال HTML وال CSS والجافا سكريبت مناسبه للسينيور او للميد سينيور سواء ده او ده. ف يعني الحاجات دي او العلم عموما في الحاجات دي هو يعتبر بحر ملوش اخر. انت كل ما بتيجي تقرا اكتر وتسكر نفسك اكتر في الحاجات دي، كل يوم بتتعلم حاجه جديده عليك. انا لحد النهارده كل يوم بتعلم حاجات جديده. ف انت لازم المدرس اللي معاك ده ما يدكش كل حاجه في المرحله الاولانيه، لان لو ادالك كل حاجه فانت كده هتطول على نفسك الطريق جدا، وده عكس اللي انت اصلا بتسعى له. انت محتاج الحاجات اللي تنقلك النقله الاولانيه دي. بس احذر 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 احذر، ويعني خد بالك لو انت مشيت بالطريقه دي اعرف ان كل اللي انت ما عملتوش في تاسيس نفسك في الاول وانت شغال في اول شغلانه ليك، لازم تشتغل زي ما بتشتغل الوظيفه بتاعتك 8 ساعات، يبقى في وقت مخصص كل يوم بالليل، ولو مثلا ساعتين ثلاثه كل يوم بالليل قاعد بتاسس نفسك في الحاجات اللي انت ما اسستش نفسك فيها في الاول. فما ينفعش ان انت تمشي بالاسلوب ده وتمشي بالطريقه دي. انا عارف ان هي اكتر حاجه مناسبه للشخص اللي هو عنده مسؤوليات وهو مشغول والكلام ده، بس يا باشا لو انت ما عملتش كده وما مشيتش في تاسيس نفسك جنب الوظيفه بتاعك، انت مش هتعرف تخرج من الوظيفه اللي انت دخلت عليها دي. زي ما الراجل كان بيتكلم من شويه عن التجربه اللي حصلت بالظبط. فانت لازم كل يوم تقضي، يعني لو طولت ان انت تشتغل 8 ساعات في الوظيفه و8 ساعات في تطوير نفسك وان انت تتعلم الاساسيات اللي ما اتعلمتهاش في الاول، اعمل كده. وده اللي انا عملته. يعني انا اللي خلاني انتقل من البوزيشن اللي انا فيه للبوزيشن الاعلى منه هو ده اللي انا عملته بالظبط. ان انا كنت بشتغل في الشغل بتاعي 8 ساعات وما باجيش بقى اخر يوم خلاص بقى انا هاجز يا باشا وانزل اقعد على القهوه والكلام ده، مفيش الكلام ده. انت بتقعد تذاكر بعد ما انت تخلص الشغل بتاعك وتمشي بالتفصيل في الاساسيات بتاعه البرمجه من الاول وتاسس نفسك صح من الاول، لحد ما وصلت لمرحله معينه ان خلاص انا لقيت نفسي الى حد ما واقف على رجلي في الاساسيات وواقف على رجلي في التكنولوجيز اللي انا شغال فيها. فالاثنين بقوا بالنسبه لي كويسين، فاتنقلت على بوزيشن احسن وبقيت ايه ميد ليفل. طيب يعني انت دلوقتي بتنصح الناس اللي هم، عشان بس الناس ما تفهمش غلط، الناس اللي هم فعلا ما ينفعش يقعدوا وقت كبير على ما يتعلموا، اللي هم فعلا محتاجين بالظبط، مش الناس اللي عندهم مش رفاهيه، ما بحبش اقول رفاهيه، اللي عايزين يبداوا من البدايه. ليه؟ عشان برضه كنت اللي انت قلت ده ليه عيوب هذكرها انا دلوقتي. يعني مش احتمال، ده اكيد. مثلا سي انت تتعلم الاساسيات، انا بدي الرقم ده مش لازم يكون حقيقي ولكن انا بحاول اوضح لك. انت تتعلم الاساسيات وليكن في 3 شهور، ده قلنا تاني رقم حقيقي، ده مش رقم حقيقي، ماشي. في حاله ان انت مشيت بالطريقه انك تشتغل بجانبها الاساسيات، لو انت كنت تخلص الاساسيات في 3 شهور فانت هتحتاج دلوقتي كام؟ 6 شهور 7 شهور. حلو. فده معناه برضك انك خدت وقت اكبر عشان تقدر تخلص الحاجات اللي فاتتك. فما تتحججش وتقول لا ده انا هروح اتعلم ده، عشان الكلام اللي هو قاله ده صحيح مليون في المية، ولكن بينطبق على ايه؟ على الشخص اللي هو مش قادر. لازم 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 يشتغل، مفيش وقت بالزبط. اللي هو يقعد يذاكر ويبقى مميز. عشان برضك الطريق اللي هو قال عليه دي برضك ليه سلبيات هقولها لك برضك، ان انت ممكن توصل لمرحله انك اشتغلت تقول خلاص كده انا تعبت. اوعى تقف، اوعى تقف، واوعى تقع في الكومفورت زون، اوعى. انا قعدت احذر كتير. دي اكبر مشكله ممكن تواجهها، انك هتوصل تقول خلاص انا خلاص بقيت بقبض مبلغ ايا كان المبلغ ده. هو طبعا مش مبلغ، مش هيبقى كبير برضك زي ما انت متخيل، عشان ما دي من السلبيات برضه، ان انت كراجل متاسس واخترت مجال غير راجل مش متاسس ودخل في المجال برضه، ده هيبقى شغال في بوزيشن وده بوزيشن ثاني، ده هيبقى له قبض وده له قبض ثاني خالص. وممكن الاثنين يبقوا جونيور، بس جونيور سلم فانتوم وحماده غير جونيور في مكان تاني. مش قصدي والله اللي هو كان شغال تحت، مش قصدي عشان بس انا بتكلم عشان غريبه يا اخي، انا كنت سكرين على بتحاول، بس انا مش قصدي اللي هو انا بقارن حد بحد، ولكن هو بقول لك هو اختار الطريق ده عشان هو ما كانش ينفع لا يختار ده لا يسيب المجال خالص ويروح يتعامل مع اي حاجه ثانيه. فلو انت هو ده حل اخير، ده حل اخير للموضوع. حل توصل يعني برضو كان بقيت كلام الباشمهندس احمد بقول لك ده فعلا اخر حل ممكن توصل. لو انت معدم خلاص بقى مش هينفع، بدل ما تسيب المجال اعمل، بس خليك عارف انك محتاج ترجع تاني، واوعى تخش بقى انا خلاص شغال بقبض لي 3 مليون. لا يا باشا انت مش عايز 3 مليون، احنا مش داخلين المجال ده عشان نقبض 3 مليون، انت عايز 3 قروش ملهم في المحيطات دول ولا يا ابو حمود؟ المفروض يعني المفروض ان انت طموحك يكون عالي، يعني انت داخل البرمجه بقى وتسمع عن قبض بالدولار بقى ومش عارف ايه. اي نعم انا والاخ ده لسه ما وصلناش. ايوه جاي بالله عليك شغال بالشغلانه ب 3 دولار ايه؟ في ده كمان بالظبط ايه ب 3 دولار بدل 3 مليم يعني. ايوه بالظبط والله نفس الدعايه. فالفكره ان فعلا انت اي نعم انت هتمشي طريق والطريق ده متعب، وانا نفسي تعبت يعني. انا فضلت فتره طويله جنب الشغل بتاعي قاعد بتعلم جنبها الاساسيات اللي فاتتني وقاعد بعوض الكلام ده، لكن الموضوع اتى ثماره يعني. وجاء عليا مرحله على فكره برضو في وسط ما انا شغال ان انا وقفت شغل خالص وقعدت فتره معينه اقتطعتها كده، اللي هو خلاص انا اشتغلت شويه وفهمت ايه اللي ناقصني بالتفصيل وعرفت ايه الحاجات اللي فايتاني والكلام ده، فرحت جاي خلاص يا جماعه انا هوقف شغل، ومشيت من الشركه فعلا وقعدت بتاع يجي 5 شهور قاعد شغال على نفسي فقط، ما بعملش اي حاجه غير ان انا قاعد اذاكر. انا بقى عندي دلوقتي رفاهيه ان انا اقعد اذاكر ومعايا فلوس الى حد ما عينها على جنب تمشيني، وقعدت اذاكر وبعد كده دخلت الشركه اللي بعدها على بوزيشن اعلى بكتير. بالظبط انا فاكر ان الفتره دي كانت فتره صعبه قوي عليك. الفتره دي الحمد لله يعني انا اقول ان ده اخر حاجه توصل لها في حاله ان خلاص بقى انت ما فيش، ده اخر طريق بالنسبه لك. بس انت برضك يعني كاحمد كده ومريت بالتجربه المؤلمه دي، هل هيخشها يقدروا يعدوا منها؟ لا انا بقول لك اهو بقى، انا بحذرك من الاول. يعني انا مش كل الناس احمد، لا مش قصدي بجد، ده بجد ده حقيقه، مش كل الناس بيقدروا. لا قصدي اعمل لك بقى قصدي يعني ايه، مش كل الناس بجد هيقدروا عندهم الهدف ده. انا فاكر ناس كانوا، انا كنت اصلا انا كنت معاك في تجربتك دي وعارفها، ففي ناس برضه كانوا يعني انا كنت برضه يعني شايفهم، كنت في اوقات كتير شايفهم وعارفهم بيعملوا ايه. كانوا بيجوا يعني انا فاكر لو كان شغال في شركه ما، يعني كان بيقبض 3 مليم، راح شركه ثانيه قبض 4 مليم، قال خلاص انا عايز طول حياتي اقبض 4 مليم. طب انت يا ابني داخل المجال ده ليه؟ بجد انت داخل المجال ده ليه؟ يا عم سيبك انك مش من هواة الفلوس يعني، طبعا انت ده حاجه مش يعني حاجه مش حقيقيه، بس انت مش قادر ترجع تاني، وهبتك اللي موجوده انك ترجع تاني تتعلم الاساسيات زي ما لسه داخل. على فكره ده برضه بيبقى شموخ اللي يقول لك انا ده انا بقالي مثلا 1.5 سنه في المجال ولا 2 سنين، ارجع اذاكر HTML يعني ولا اذاكر لي شويه الجوريزم، ولا يا عم دي حاجات المبتدئين يا عم، فاهم مثلا دي برضه مشكله. وعلى فكره ده هي اصلا دي اساس المشكله، ان هو الانسان ما بيبقاش عارف قدر نفسه، بيبقى فاكر مثلا ان هو والله شركه معينه، الشركه دي خلاص هو يا باشا. لا انت لو رحت فين هتفضل تتعلم طول حياتك، هتفضل تتعلم. انا هو كل فتره براجع على القديم تاني، مش كده كل فتره يعني، مش مره ومرتين وخلاص، لا ده فعلا كل فتره يا عم. انا من قريب مع ان انا عارف داتا ستراكشر والجوريزمز كويس، جيت من فتره كده رحت جاي قعدت اقول طب ما تشوف لك حد كده يكون بيتكلم بطريقه مختلفه عن اللي انت اتعلمت بيها. شوف يا عم اي حد بيتكلم في اليوتيوب مثلا عن الموضوع، وابدا بص على البيج اونوتيشن تاني، وابدا شوف الالجوريزمز المختلفه موجوده عامله ازاي، وشوف ده بيتكلم ازاي، جايز يقول معلومه جديده عليك. انا نفسي كل فتره بعمل ريفريش للمعلومات يعني. وغير معلومه جديده اصلا ممكن انت اللي تكون قال المعلومه وتنساها عادي جدا. بالظبط. عشان كده الناس اللي انا عليها منتور وكده، من ضمن الحاجه اللي انا بعملها والحمد لله شايف اللي انا عايز في الحته دي، اللي انا ما ينفعش يتعلم حاجه كده ويرميها، لازم الحاجه دي لازم يطبق عليها، سواء التطبيق في جنب، ولكن لو بيتعلم حاجه نظري مثلا لازم يوريني الحاجه في ارتكل مثلا، يكتب لي ارتكل يكون حقيقي، وانا كحد بيتعلم اكون مبسوط بيه اصلا وانا بقراه، وهو ينشره. فيعمل ايه؟ فيساعد نفسه قبل ما يساعد الناس. ليه بيساعد نفسه؟ عشان بدل كتبه بايده وحاول يشرحه للي قدامه، فهو معناه ان هو فاهمه كويس. بعد كده اما ينسى المعلومات دي خالص، عشان احنا بشر فطبيعي هننسى، فبدل ما يروح يرجع معلش عند مصطفى على قناه مثلا شادو كودينج، لا انا مش عايزه يرجع عندي، انا عايزه يفتح الارتكل اللي هو كاتبه بايده او اللي هو كاتبه على اي بالكيبورد ايا كان حاطه فين، يقدر ان هو ايه يرجع له تاني. فبالتالي هيبص بصه هيفتكر كل حاجه. غير كده كمان هيفتكر هو كان فين وبقى فين دلوقتي. فبالتالي ده برضو انت زقيت نفسك زقه انت لا تلقى لها بال بجد. فانا بنصح اي حد يتعلم اي معلومه، حاول قدر الامكان. مش قادر تعمل فيديو فيها، مش مهم تعمل فيديو، اعمل ارتكل، اكتب ارتكل اللي انشر المقالات بتاعتك على لينكد ان. غير ان الريكروتر هيعملوا لك فولو وهيتابعوك وهيجيب لك شغل، انت اصلا بتساعد غيرك، وغير قبل ما تساعد غيرك انت بتساعد نفسك. يعني الناس فاكره الجزئيه دي، انا ليه باكد عليها؟ عشان الناس بتقول لك انا ما عنديش وقت اساعد حد. انت ما بتساعدش حد يا باشا، انت بتساعد نفسك بس كده. ودي رساله حابب اوجهها لمحمد حناكه اللي كنت بقول له اكتب الارتكل لا التقطيع يا حبيبي. بجد مستفز قوي. لا ما خلاص يا عم بقى، بصراحه كريم يا عم. لا بجد مستفزين قوي. يا عم انا مش فاضي اعمل حاجه، انا فاهم ورايا مشاكل. والله طريقه المساعده ممكن تختلف من حد لحد برضه، على حسب طبيعه شخصيته. يعني لو في حد مثلا مش فاضي ان هو يكتب، ابدا يتكلم مع الناس مثلا، اعمل فيديوهات يا اخي، ابدا اعمل والله بجد، ابدا اطلع اتكلم مع الناس. إيه والله انا اتعلمت النهارده كذا كذا، وانا شايف ان كذا ده بيعمل كذا وكذا بيعمل كذا، واعرضه على الناس. تمام. هتلاقي حتى لو انت بتقول معلومات مش دقيقه، هتلاقي في حد في الكومنتات بيصحح لك. خلي انت عندك برضو القابليه ان انت ايه، انا المنتاليتي بتاعتي ان انا لو غلطت وحد صحح لي يا باشا على دماغي، ده انت بتفيدني. انت اصلا طبيعي انك تغلط، يعني انت انسان. انا فاكر انا بقولها قدام الجميع اهو في لايف. انا في كورس معين قبل ما انشره تقريبا، مش فاكر الكورس ده ايه، بس انا في الطبيعه لما باجي انشر حاجه خايف ان انا مثلا اذى حد بمعلومه حتى لو بسيطه جدا بجد. بعرضها الناس خاصه جدا في المعلومات دي، في الموضوع ده، عشان غصب عني ممكن اغلط. يعني انا الاول كنت بعمل كورسات مثلا، في كورسات موجوده على القناه 5 ساعات ونص، بتبقى مثلا بتتصور في يومين، ممكن في حاجات اخدها يوم بس، فطبيعي سقطت. ايوه. فبعرضها على الناس. وانا فاكر ان محمد هاشم قبل كده، لو انت بتشوف الفيديو فشكرا ليك صديقي اللي شغال في مايكروسوفت، عرضت عليه قبل كده حته ما كنتش واثق فيها، او هو شافها قال لي لا المعلومه ديت غير دقيقه. هل انا قلت له لا انت ازاي بتكلمني بالطريقه دي؟ عملت لا يا عم عادي، قلت جاري اتحققت من الكلام ده، وفعلا اكتشفت ان المصدر اللي انا جايب منها، انا مش قالها من دماغي، معلش انا ما بجيبش العلم من دماغي، المصدر اللي انا جايب منه المعلومه دي مصدر موثوق، وهو قايلها غلط. بجد. وهو عارف ازاي محمد ان هي غلط، عشان هو كان مذاكر المعلومه دي غالبا من كذا مكان تاني، وكان شاكك فيها عشان كان جايبها من مصدر غلط برضه. فانت فاهم لفه ازاي؟ ما على فكره دي فايده الخبره بقى. يعني انت وده اللي انا يعني نرجع لحته ان انت تختار حد يعلمك ويعلمك كويس. يعني نرجع للنقطه دي بالذات، انت لو اتعلمت حاجه وتعلمتها غلط غالبا بتفضل مكمل عليها ومكمل على الغلط يا باشا، وبتعمله وبتكرره وبتعيده وبتزيده لحد ما الغلط ده يلزق في مخك. تيجي تعدل المعلومه الصح تلاقي نفسك انت ما انتش عارف تعدلها. الموضوع بالنسبه لك بقى صعب، وبقى غير متقبل كمان ان حد ينتقدك في الحته دي. يا عم ده انا بقالي 1.5 سنه ولا 2 سنين شغال بيها، فاهم؟ شغاله. بجد والله. لا لما بقول لك يعني في ناس عندها كبر بشكل بشع. انت يعني والله يعني المشكله في ايه بقى؟ انك لما تلاقي حد لسه بادئ فعلا ومش متقبل النقد بجد، لو مش متقبل مش قادر ان هو حد ينتقده. يا باشا انت هتغلط وهتفضل تغلط، ولو مش عايزنا نقول ان انت بتغلط انا اقول انك بتغلط، عشان كلنا بنغلط اخطائنا، فاهمني؟ ده الطبيعي. انت لو ما غلطتش، يبقى انت مش انسان بقى، معلش انت كده مش انسان المفروض يعني. فانت عرفني انت بتشرب ايه الصبح عشان اشرب زيك وما غلطتش. بجد يا عم الموضوع مستفز. انا بشوف حاجات بجد اللي هو انا بقيت بخاف انتقد بجد، اللي هو مثلا تلاقيني يا عم انا شخصيا بالنسبه للموضوع ده انا برضو يعني انت عارف ان انا بدي كورسات يعني، ف في حاجات انا كنت مثلا في محاضره من المحاضرات اقولها، وانا من النوع اللي بحب ارتجل، بحب ان انا المعلومات موجوده في دماغي، حضرت العناصر الاساسيه اللي هشتغل بيها، يلا يا باشا نخش نتكلم ونعمل الكلام تمام. ف موضوع السكريبتات ده يا جدعان ما بيجيش معانا سكه، قول له مفيش سكريبتات. هقلش ازاي؟ انا هقلش ازاي ما اقرا سكريبت؟ هقلش ازاي؟ المهم يعني فالاقي نفسي مثلا المحاضره اللي فاتت مثلا قلت معلومه مش دقيقه، وانا لما دخلت اتاكدت منها لقيت ان هي فعلا لا ده ممكن مثلا هم يكونوا فهموها بشكل غلط. اروح المحاضره اللي بعدها اقول لهم يا جماعه، او حتى مش ما استناش المحاضره اللي بعدها، ابعت لهم ريكورد كده في الشات، يا جماعه انا في المحاضره الفلانيه في الدقيقه الفلانيه قلت كذا 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 كذا، لا بصوا المعلومه الصح كذا كذا، وخدوا المصدر ده، بصوا على المعلومه، والمره الجايه هشرحها لكم بالطريقه الصحيحه. ما فيش عندي اي مشكله، ان انا اصحح نفسي عادي، ما عنديش اي مشكله في الموضوع ده. حتى اللي انت بتديله المحاضره اصلا يصحح لك، ما انت انسان سوي المفروض. بالظبط بالظبط، هو لو عارف المعلومه الصح يا باشا قول لي، هتعلم منك. طبيعي اللي احنا هنغلط يعني، مش معناها اللي انا قلت معلومه غلط معناها ان انا خلاص كده فاهم، مش مهيئ ان اشرح، لا طبيعي اللي احنا بنغلط. انا قلت لك المصدر اللي انا جايب منه حاجه بفلوس كتير جدا، مصدر المفروض ان هو ثقه، لا قال المعلومه دي غلط وانا خدتها منه غلط، وبعد ما اتحققتش بيها بشكل كبير جدا، ودي غلطه مني انا عشان فاكر في الجزئيه دي انا كنت تعبان جدا، ورحت بعد ما قريتها في كام حته هو برده حاططهم، يعني هو حطهم في الاماكن كده، المكان ده هو جاي منه معلومه غلط وهو قايلها غلط، وانا كنت اقف نفس الفكره ده لولا ان انا بقى ايه بقى بتقبل النقد. الفرق ما بيني وما بين الشغل ده ان في ناس كتبت لي في الكومنتات اصلا المعلومه دي غلط، ايوه هو ما اقتنعش، بس انا اقتنعت ورحت دورت تاني وفعلا طلعت معلومه غلط، مع انها فاهم يعني معلومه مش اللي هي يعني فاهم معلومه ايوه كده يعني حاجات بسيطه يعني، بس والله كويس الواحد لازم يصحح من نفسه. يعني انت لقيت حاجه غلط ما تكبرش، خش اتعلم وظبط نفسك. انت لو انت يعني تبقى حمار مره ولا تفضل حمار طول العمر. مؤاخذه يا حمار، انا بتكلم على يا جماعه انا بتكلم على نفسي برضه يعني، الواحد يبقى حمار مره ويصحح لنفسه المعلومه احسن ما يفضل حمار طول العمر. يعني انا لا يعني لا استثني نفسي يعني. يا ابو حميد توضح، يا ابو حميد احنا عارفين انت بتتكلم على مين مش هنقول لك. خلاص يا عم خلاص الكلام بتاعتنا يا عم. طيب خلاص بقى، النقطه دي اتكلمنا فيها كتير جدا، وقلنا كل اللي عندنا، وصفنا اللي في صدرنا كده اللي مكبوت، واتمنى الناس تعرف ان بجد المعلومات ديت مهمه، احنا مش بنحكي قصص عشان هو ستوري وهشغلك بقى لا مش الكلام ده، انا بقول لك ان انت طبعا هتغلط فتقبل النقد عشان بس دي الحته اللي احنا عايزين نقولها. حلو كده؟ حلو يا باشا. ازاي اعرف بقى انسب طريقه ليا؟ احنا اتكلمنا، احنا يعني واحنا في النص كده كنا اتكلمنا بنبذه عنها، يعني احنا قلنا انت على حسب انت هدفك ايه، انت حدد هدفك، انت عاوز تعمل ايه، انت بتتعلم برمجه ليه، وايه الوضع الحالي بالنسبه لك. يعني مثلا يعني مش عشان ما قلت لك مثلا لو انت صغير في السن فانت ليك كليه حاسبات فادخلها والكلام ده، والله لو انت كبير في السن وقادر تخش كليه حاسبات وليك ان انت تدخلها والموضوع بالنسبه لك متقبله، ويعني عندك رفاهيه الوقت والمجهود اللي انت تعمل في تخش الكليه، خش. انا شايف ان دي حاجه كويسه جدا، لان انت مش بس هتتعلم برمجه، اي نعم انت هتتعلم حاجات جنرال الى حد ما، وانت هتضطر ان انت تتخصص بعدين، بس انت تاخد شهاده علميه موثوقه من جامعه، الشهاده دي هتفيدك في حاجات كتير قوي انت مش متخيلها، تمام؟ حتى لو ان البرمجه يعني الناس اللي ما دخلوش الكليه ما هو شغالين معانا برضه، انا واحد من الناس ما دخلش حاسبات وشغال في المجال برضه، بس الفكره ان لا في تسهيلات انت هتاخدها بالاتجاه ده، تمام؟ فالاتجاه الثاني هو ان انت تشتغل تاسس نفسك، سواء ان انت بتتعلم مع حد او بتتعلم مع نفسك، تاخد الاساسيات تمشي واحده واحده فيها، تبدا تتعلم المواضيع المختلفه في البرمجه بشكل عام عامله ازاي، يعني ايه اصلا براوزر، يعني ايه الكلام ده، تبدا تاسس نفسك في علوم الحاسب عموما وتتوجه ناحيه البرمجه واحده واحده كده. ف الطريق ده طريق كويس جدا، وده اللي المفروض ان يكون الطريق الطبيعي لاي حد برضه عنده رفاهيه الوقت والمجهود، ان هو يبذل المجهود ده في الاول، وتعلمه ده او الرحله اللي هو يمشيها دي ما تعطلوش، يعني ما تبقاش هي معطله حياته او موقفه حياته او الكلام ده. الطريق الثالث بقى اللي احنا اتكلمنا فيه، وهو ان انت تتعلم حاجات معينه كتوليفه كده مع بعضها، تكون مزيج ما بين التكنولوجيا وما بين فهم البرمجه، بتاخد من كل كتاب اغنيه. دي طريقه الشخص اللي مستعجل، طريقه الشخص اللي ما عندوش وقت، طريقه الشخص اللي ما فيش في ايده رفاهيه ان هو حد يصرف عليه او ان هو عنده مسؤوليات، طريقه الشخص اللي بيزهق بسرعه. اصل خد بالك برضه، لو واحد من النوع اللي هو ملول وبيفرق كتير والكلام ده، فلو هو اتعلم بالطريقه بتاعت التاسيس، يا عم انا امتى بقى هعمل اللي مش عارف ايه، ممكن يسيب البرمجه خالص بسبب ان هو بيتعلم بطريقه مش مناسبه لشخصيته، فاهمني؟ هو برضه لو داخل في المجال وبدا ان هو يشتغل مش هيسعى برضه ان هو يطور من نفسه. لا ما انا بقول لك ايه بقى، في واحد لما بيتوق طعم الحاجه الحلوه، فاهم؟ بيقول لك ايه ده الموضوع، جايب همه، طب من ايه من نستزيد، فاهم؟ نستزيد من العلم. بس هيجيب همه ازاي؟ انت بتقول دلوقتي واحد مش مثابر، يعني واحد عايز سبوبه، فاللي عايز سبوبه عشان هو بيزهق ده مش مجاله. ليه بقى؟ لا يعني طب كمل وانا اقول لك وجهه نظري. قصدي يعني انا بتناقش معاك يعني في الجزئيه دي، عشان انا فاهم بقول لك ايه. معنى ان هو مستعجل ان هو عايز يشتغل عشان هو ايه بقى، خلي بالك انت قلت عشان ايه هو بيمل، ما هو عشان يحس ان الموضوع مجزي وياكل تفاحه وعيش تفاحه، لازم هيصبر عليه شويتين 3 4. مش هيصبر، هو واحد بص عايز اعلمك البرمجه. لا هو انا مش بتكلم على فكره، مش الشخص الملول بشكل عام، يعني بتكلم على نوعيه معينه من الملل، ان هو عايز الى حد ما يلاقي عائد، والعائد ده يكون قريب شويه، فاللي هو ايه خد وهات، تيكي تاكا كده، اللي هو انا اديت شويه مجهود فخدت قصادها شويه فلوس قليلين، ايه ده يعني لما ادي مجهود اكتر اخد شبه مش عارف ايه. دي نوعيه من الناس موجوده، تمام؟ وما ينفعش ان احنا يعني نغفلهم برضو، يعني انا بتكلم على النوع دي، مش بقول ان هو بيزهق بشكل عام وخلاص بقى انا بمجرد ما اتعلمت لي معلومتين اروح اشتغل في شركه ام احمد واجيب قرشين اقبض لي 2000 جنيه في الشهر ولا 3000 جنيه في الشهر انا زي الفل كده. لا ما مش هينفع، شركه حماده الالكترونيات مش هينفع والله، بيعملوا لي زحمه وخلاص والله. ايوه يا يعني بلاش نخبط في الحلال عشان انا ماسك نفسي. شركه حماده تك اللي انت شغال فيها مش هينفع والله، هتلاقي نفسك انت بتضيع نفسك وبتضيع مستقبلك. طبعا يا شباب هو مش قصدي حماده تك ده حاجه ثانيه، عشان بس ايه محدش يمسك انا غلط. يا عم انا حماده، بالظبط هو حماده، عشان انا بوضح ليه الحاجات دي، انا مش عايز حد يطلع يقول ده هو بقى قصده على الشركه الفلانيه اللي اسمها ولا اي حاجه. انا احنا ما جبناش سيره حد يا عم، شوف لك حياه، احنا مش قصدنا كده. اكيد مش هعمل لايف عشان اتنمر على شركه مشابه للي انا قلته، يعني فاهم الحياه يا ابني. العيال بتوع الاصل لازم يقولوا العيال عم ربنا يستر، بقول لك عموما انت بتختار انت وانا نصيحه مني انا بقى، لو هتقدر تذاكر في ساعه احلى ما بعد سنه تذاكرهم في 4 ساعات، وشكرا. ننتهي بقى من النقطه دي، عشان كده ايه احنا طولنا فيها قوي. نبدا بنخش بقى ايه ازاي اختار المجال المناسب ليا. دلوقتي انا عرفت ازاي اختار الشخص اللي هيعلمني سواء اونلاين او اوفلاين، او هتابع كورسات لوحدي ولا لا، والكلام الجميل ده كله. دلوقتي انا عايز اختار المجال المناسب اللي انا هقدر اتخصص فيه وهبقى شاطر فيه. هعرف ازاي ان المجال ده بقى مناسب ليا انا كمصطفى؟ بص يا سيدي انت بتشوف نفسك انت في واحد مش بي يعني بيفضل التعامل مع الحاجات المرئيه. يعني ايه؟ بيجذب عينه قوي فكره الالوان والاشكال والتعامل مع الحاجات وعايز يكتب حاجه مثلا يلاقي الاثر بتاعها قدام عينه بشكل مرئي، بشكل بيظهر قدامه، تمام؟ فده دي من المنتاليتي بتاعت الفرونت اند، ان هو لما بيعمل حاجه يلاقي النتيجه قدام منه، والنتيجه دي تكون بالنسبه له تكيف. انا كده متكيف ان انا عملت حاجه شايف اثرها قدام مني بشكل مرئي، واعمل حاجه الديزاين بتاعها شكلها حلو ومش عارف ايه والكلام ده. ده كده يعني لو انت مهتم ان انت تصمم الديزاينات دي اصلا، وان انت تعمل تجربه مستخدم كويسه، فانت تروح لليو اي يو اكس. لو انت بالنسبه لك ان انت تاخد الديزاينات، بتحب مثلا ايه، والله هوايتك، والله تصدق موقع فيسبوك ده انا عايز اعمل ديزاين شبهه، فما اروح بقى على الكود اكتب كود يديني زي كلون كده او ريبليكيت، انا مش عارف اجيب المعنى بالعربي، زي ننسخ الكونفيجريشن او البروسيسنج اللي بتحصل، نجرب كده نشوف شغاله ازاي بالظبط. كنسخه كده، انا عايز اعمل نسخه طبق الاصل من الشكل بتاع الفيسبوك ده، وابقى انا عامل موقع فرونت اند لو جيت انت تخش تتعامل معاه يكون قريب شويه من الفيس، بس مش هو ومش بيعمل نفس الفانكشناليتي. فدي عقليه الفرونت اند، ان هو بيحب يلعب بالكود بس في نفس الوقت ايه يطلع له حاجه فيجوال مرئيه، تمام؟ في ناس بقى بالنسبه لها مش فارق معاها. انا بالنسبه لي التفكير والتحليل، وان انا اعيش جوه دماغي، وان انا امسك ورقه وقلم وابدا ان انا اخطط وارتب الامور بشكل يعني بشكل بنوت كده امشي عليها. بحب الرياضيات والعمليات الحسابيه والكلام ده، مش فارق معايا قوي ان انا اشوف تطبيق الحاجات دي على ارض الواقع كحاجه مرئيه عامله ازاي. فده شخصيته مياله اكتر للباك اند، تمام؟ فالفرونت لو انت بتحب الحاجات الفيجوال، اما الباك لو انت بتحب الحاجات اللي هي فيها تفكير ومنطق، بدون يعني انت مش فارق معاك انت طلع حاجه فيجوال ولا لا، تمام؟ دي نقطه تانية. مثلا لو انت مثلا لسه صغير في السن، انت مثلا في الثانويه العامه، خلينا نتكلم كده على كل مرحله عمريه وازاي تختار المجال المناسب ليه. والله لو انت كنت علوم او علم رياضه، مش هقدر اتكلم على ادبي لان انا ما درستش ادبي يعني، فمش هعرف اقول حاجه دقيقه ليهم يعني. فلو انت بتحب الفيزياء والعلوم الطبيعيه عموما، فانت كده شخصيتك مياله اكتر للفرونت اند. لو انت بتحب الرياضيات البحته، وان انت بتكتب مسائل والاستنتاج بتاعها والكلام ده كجبر مثلا، ده انت كده شخصيتك مياله للباك اند اكتر. لو انت بتحب في الرياضيات بقى الهندسه والاثباتات بتاعت الهندسه، وتقعد تعمل بقى دوائر ومثلثات ومش عارف ايه والكلام ده، فده برضو انت كده رحت ناحيه الفرونت اند، وهكذا. يعني انت على حسب الحاجات اللي بتفضلها بتبدا ان انت تختار. طيب انت لسه محتار ومش عارف تعمل ايه، والله حاجه سهله جدا. روح يا باشا اتفرج على يعني مثلا روح اكتب مثلا ايه الفرونت اند ده شغال ازاي، وابدا فيه واحده واحده بالراحه كده، تمام؟ ومشي في الموضوع شويه، لقيت الموضوع انت بالنسبه لك متقبل، مش بقول لك انت حبه، لان انت في الاول البرمجه على الكل، البرمجه في الاول بتبقى صعبه على الكل، تمام؟ انا بقول يعني ايه متقبل، يعني انت متقبل ان انت تمشي في الاتجاه ده، بالنسبه لك طبيعي، حاسس ان هو سهل عليك. اي نعم هو مش احسن حاجه ومش الطف حاجه وفي صعوبات بتواجهها، ده طبيعي، تمام؟ لكن ما دام هو سهل عليك يبقى المجال ده مناسب ليك. لا، او مش هقول سهل بقى، سهل اللي هو انت قادر تشتغل عليه، قادر تشتغل عليه بالظبط كده. فانا شايف ان الحاجات دي بتختلف من شخص للتاني. واحد مثلا بيعمل شيفت كارير ورايح مثلا من ان هو كان جرافيك ديزاينر مثلا، او يا عم حد بيحب الرسم مثلا، فده مناسب ليه جدا انه يشتغل يو اي يو اكس. ده دي حاجه بالنسبه له هيخش فيها ويبقى زي السكينه في الحلاوه، الموضوع بالنسبه له لطيف. تمام. ايوه، واظن برضك البنات يعني بيبقوا اقوى جدا، مش اقوى من الولاد يعني، مش بقارن دلوقتي، بس هم عندهم خبره الالوان يعني، فاهم؟ عندهم البنفسجي ده 50 لون مثلا تقريبا يعني. انت كل حاجه بالنسبه لك بنفسجي، كل حاجه بالنسبه لك اخضر. هم 7-8 الوان واحنا بننقل ما بينهم كده كاولاد يعني، عندنا عمل الوان اصلا ادها واحده اسود على طول، فاهم؟ بالظبط يعني. اما في مثلا حد في من البنات يعني، حد بيسالني ممكن اخش ترشح لي مجال ايه يا باشمهندس؟ بقول لها والله في الطبيعي انت كبنت فانتوا شاطرين في الحته دي، شاطرين حته الالوان طب ايه ما تزوقي نفسك كده ايه يو اي يو اكس. وفعلا في ناس كتير قوي بنات بيخشوا المجال ده وبيعملوا شغل كويس جدا. ده برضك مش بيز، ده مش بيز نمشي عليه، اللي خلاص البنات ايه ما لهمش الا في اليو اي يو اكس. واحده دلوقتي لا انا مش قصدي، انا بتكلم ان هو زي ما بيقول اللي داخل اللي شاطر في الجبر يخش باك اند، ده برضك مش بيز يعني. بقول لك احنا بنديك بس ايه تشبيهات، مؤشرات يعني. ده مش قرآن، احنا ممكن نكون بنغلط عادي، ممكن نكون التجربه اللي احنا عملناها على ناس معينه ما تنفعش مع ناس ثانيه، بالظبط كده. بس بنديك مؤشرات بسيطه ان ممكن ده يساعدك. طيب في حاله انك ما انت يا باشا مش عارف انت شاطر اصلا ولا لا في اي حاجه، التجربه جرب. ارمي نفسك في البحر يا باشا، بس ارمي يا باشا، ارمي خش اليو اي يو اكس العب لك شويه فيه، جرب بس مش تجرب لي يوم وتقول لا ده مش مجالي. ما هو طبيعي هيبقى صعب. لا حلو، عشان بس في ناس ايه انا والله لا خد لك فتره يعني. ايوه خد لك فتره يعني، فتره التجربه ما تقلش مثلا عن 2-3 يعني خد لك فتره حلوه كده يعني. هو ده اللي انا عايز اقوله، فتره تجربه عشان فعلا تعرف هل المجال ده بتاعك ولا مش بتاعك. ما هو اما انت تاخد 3 شهور او 2-3 زي ما الباشمهندس قال، ده معناه انك فعليا هتبقى قادر انك تعمل ايه، انك عرفت تحط ايدك على تعمل حاجه بالظبط. فعرفت عملت حاجه، ده حاجه كويسه اظن يعني. فانت ساعتها تقدر تحكم على الموضوع بقى يعني، على الموضوع مناسب ليك والله ولا لا. طيب هتقول بعد 3 شهور هبدا اغير يا عم، ده حوار. ما هو في ملحوظه بقى بالظبط. الله ينور عليك، مفيش علم بيترميه بالظبط والله. لو بس ما تروحش تتعلم يعني ايه، فاهم؟ وانت مثلا اساسيات الطبخ، هندسه مدني ولا ايه مدني اساسيات الطبخ وافكار الطبيخ ما ركزش ليه، فاهم؟ تدلله وتقول له فاهم، وتبوظ الدنيا تقول مصطفى اللي انا قصدي يعني مش عارف في مجال بجد. انا هو يعني في حاجات كتير اتعلمتها كنت مجبر عليها في وقت معين، مش هقول الوقت ده ايه، بس بجد فادتني قدام وعملت من قلبي او خلتني ابص برضك لنظره تانية ان انا محتاج الحاجات دي فعلا، اتعلم حاجات تانية عشان يعني خدت طريق كده يعني. هو كان في طريق كده مستخبي انا ما كنتش شايفه بسبب ايه اللي انا متخصص في حته واحده بس. لما في ظروف كده خلتني لازم اتعلم الحاجه دي حتى لو هي بعيده عن المجال دي، فانا ما بقتش ان في سايد كده محتاج ان انا ابص عليه اكتر. فما لازم تتعلم كل حاجه، مش شرط تبقى جامد قوي في كل حاجه، ولكن المعلومات او تعرف كل حاجه بتعمل ايه هتفتح لك افكار او هتنور لك الطريق الضلمه من الاخر. ده هي بالظبط. فعايز تقول حاجه تانية في النقطه دي؟ عايز اقول ان بمناسبه ان مفيش علم بيخسر دي، على فكره انا اشتغلت في كذا مجال قبل البرمجه يعني، جربت مجالات كتير قبل البرمجه. جربت مجال الجرافيك ديزاين، جربت مجال المونتاج، جربت مجال الشبكات، واتعلمت في حاجات فعلا في كل واحده من دول يعني. في مجال الشبكات انا خدت دوره، خدت اي بلس ونتورك بلس، تمام، ولينكس بلس، وخدت سي ان اي راوتنج اند سويتشنج، وخدت ام سي اس اي بتاعت مايكروسوفت، بس ما كملتهاش للاخر. تمام. وكنت بالفعل هبدا ان انا اعمل شغل في المجال وابدا ان انا اشتغل في المجال وكده، بس اللي عطلني ان انا وقتها ما كنتش معايا شهاده جامعيه. عندك برضو دخلت في مجال الجرافيك ديزاين فتره، وتعلمت ازاي اعمل فوتو اديت، وتعلمت ازاي اشتغل على الفوتوشوب والكلام ده. كل الحاجات اللي انا اتعلمتها دي مفيش حاجه فيهم ما فادتنيش في البرمجه. بعد ما انا خلاص بقيت فول ستاك ديفلوبر، يعني بقيت فاهم الداتا في النت بتتحرك ازاي، ايه انواع البروتوكولز اللي انا بقدر ان انا اعتمد عليها في شغلي، وايه السريع وايه البطيء. لو انا عايز اعمل مثلا فيديو ستريمينج، لو انا عايز اعمل فيديو كول زي اللي احنا شغالين عليه دلوقتي ده، اعمله ازاي. كل حاجه اتعلمتها في المجالات اللي انا اشتغلت فيها قبل كده، اتعلمت اكتر من مجال يعني، فادتني حتى في الفرونت اند. عشان انا اشتغلت كجرافيك ديزاينر بقى عندي نظره فنيه الى حد ما، فبطلع ديزاينات شكلها كويس. فالموضوع بالنسبه لي مفيش حاجه اتعلمتها وما فادتنيش. يعني انا يمكن وقتها كنت بقول ايه ده، انا بضيع وقت والكلام ده، بس حرفيا يعني سبحان الله، يعني الواحد ربنا برضو بيرتب للواحد حياته بطريقه هو مش متخيلها. يعني كل اللي انا اتعلمته في الحاجات التانيه دي انا استفدت بيه بالظبط. يعني بالاخر خلينا برضو نختمها ان مفيش علم بيض، ايا كان العلم ده ايه، اكيد هيجي وقت من الاوقات تستفاد بيه. فانت ما تقولش 3 شهور ده كتير، لا هم مش لا. ممكن ال3 شهور دول اللي انت تستكتر وتضطر تكمل في مجال مش بتاعك وتقعد فيه سنين، ترجع تعيط بعد كده تقول يا ريتني 3 شهور احسن من السنين. وفي الاخر برضو مش هتلاقي نفسك في المجال ده، لا هتضطر تسيب المجال ده. بس هتسيبه بعد قد ايه؟ سنتين. السنتين دول كنت قادر تحطهم في مجال فعلا يطورك. بس ده حقيقي. ماشي، حلو جدا. خش على اللي بعده، حاجات لو عملتها هفشل في مراحل التعليم. خلاص كده يعني ده حاجات كتير جدا، بس خلينا نذكر اهم الحاجات المشهوره اللي الناس بتعملها. وبرضك معنى كلمه الناس دي اللي احنا عملناها قبل كده، احنا مش معصومين من الخطا بالظبط. وعشان كده هنتكلم عليها ازاي بقى ابعد عن الحاجات اللي ممكن تعوقني في مجال التعلم عموما. من الاخر لو عملتها مش هقدر اكمل. اول حاجه الكسل. لو انت كسول بالظبط لازم كده يا باشا. المجال ده فيه شقه كتير قوي، يعني احنا شقينا كتير قوي الحمد لله يعني. نبدا لا يا عم، الناس كلها زينا والله، بس هو احسن مننا كمان. انت فاهم دماغي بيحصل لنا كالكوليشن، لازم اقدر اوقف فين. تعرفوش يا جدعان، ما بنتش الافيهات دي، تعرفوش حاجه. ما علينا بقى، احنا هنسيب اللايف زي ما هو، احنا اتفقنا. لا انا ماسك نفسي من ساعتها على كميه افيهات عايز ارميها، فبتشجع. معلش تعالى لنفسك، معلش. فالمهم يعني لو انت كسول، مش كسول يعني في ان انت بتنقل كود او كلام، لا انا بتكلم ان انت كسول عن المذاكره. مفكر ان انت لما تتفرج لك على فيديوهين 3 او تقعد تتفرج على الفيديوهات كلها بتاعت الكورس من غير ما تطبق بايدك، هتفشل. المجال ده لو ما طبقتش انت ما اتعلمتش. اعتبر نفسك ما اتعلمتش. تفضل فاكر المعلومه قد ايه؟ يوم 2 3، طب والسيشن اللي بعدها هتخش فيها هتنسى المعلومه اللي قبلها. هتيجي انت في اخر الكورس خالص، هو الكورس ده كان بيتكلم عن ايه؟ انا مش فاكر حاجه. فانت يا باشا كل ده عشان ايه؟ عشان انت كسول. عشان انت المفروض ان انت بدل ما تتعلم مثلا، انت هتاخد المحاضره دي مثلا ساعتين، تقعد يا باشا تطبق عليها 3 ايام. يعني انت مثلا لو انت بمعدل مثلا ان انت المحاضره مثلا ساعتين، فانت المفروض قصادها تذاكر مثلا لمده 3 ايام قدام. ذاكر لك كل يوم 3 4 ساعات على الاقل يعني، تمام؟ انت اصلا عم تندمج وتخش في المود والكلام ده. فهو 3 ساعات ده يا دوبك احنا بنقول بسم الله الرحمن الرحيم، ها ابتدينا نذاكر اهو، تمام؟ ما تبقاش كسول يعني. ادي لكل حاجه حقها وتعلمها كويس. يعني انا مش بقول لك غوص في التفاصيل واقعد ملايين القرون في التعلم، لا انا بقول لك الحاجه اللي المنتور قال لك عليها ان هي مهمه، او الحاجه اللي انت وانت بتتعلم الشخص اللي بيعلمك قال لك ان هي مهمه، يبقى ركز عليها واديها حقها وافهمها كويس. بعد كده انتقل على الحاجه اللي بعدها، تمام؟ ما فهمتهاش، طيب يبقى انت خلاص عملت مجهود فيها، مش هتنساها، بس انت جوه دماغك ان انت عارف عندك قصور في الحته دي، اعمل لها سكيب وخش على اللي بعدها. يعني ما توقفش برضه، يعني انت ما تقولش ايه ده انا مش عارف اتعلم كذا كذا والموضوع قاعد بقالي فيه اسبوع ولا 2 ونايم جنبه بقى اسبوعين نايم جنبه. لا ما تنامش، انت اتعلمت الحاجه، لقيت نفسك الموضوع بالنسبه لك مش متقبل وصعب. في حاجات كتير تقدر تتعلمها، ولما تتعلمها في المستقبل هتلاقي نفسك ان ايه الحاجه دي تيجي ترجع لها ايه ده هو انا ما كنتش فاهمها ازاي، ده سهله جدا فاهم. للحاجه اللي مش هتوقفك على المعلومه اللي بعدها برضو، دي نقطه مهمه. جميل. طبعا طبعا يعني حاجه اساسيه بيز لازم تكون مبنيه عليها معلومات كتير تقول له والله انا بقى لي خلاص اسبوع فيها فخلاص كده دور على مصادر. ده لا دور على دور اكيد. بص بدل انا مقتنع بحاجه واحده وماشي عليها في حياتي، هي حاجه يعني ممكن اي شخص بيقولها بس ده حقيقي انا بعمل بيها. بدل في شخص واحد فهم المعلومه دي هو مش احسن مني في حاجه صحيح، بس هفهمها دلوقتي بعد ساعه بعد ساعتين بعد اسبوع بعد اسبوعين هفهمها. دي حاجه بقى اما بفهمها ما بنساهاش بسهوله، ولو نسيتها بسترجعها بسهوله. حتى بكون عارف ان في مشكله مثلا معينه، حتى برضك في الانترفيو بتتسال في الموضوع ده يقول لك ايه المشاكل اللي قابلتك قوي واتعاملت معاها ازاي. انت عمرك ما هتنزل الحاجات اللي دست عليك، واي حاجه بتدوس عليك بتفضل فاكرها، واي حاجه بتفضل فاكرها بتاثر في شخصيتك. انت مش انت ممكن تنسى الحاجه دي بتتعمل ازاي، بس عمرك ما هتنسى ان في حاجه بتتعمل زي دي ولا لا. يعني مثلا لو انا طلبت منك فيتشر معينه انت عارف ان الفيتشر ده ينفع تتعمل بس مش فاكر بالظبط كده، ما عنديش مشكله. حتى في الانترفيو لو انت مش فاكر بتتعمل ازاي انا ما عنديش مشكله، بس انت عارف ان في حاجه زي دي بتتعمل. الموضوع اصلا ممكن يتعمل ولا لا. يعني مثلا عميل جاي يقول لك والله انا عايز اعمل الفكره الفلانيه 1 2 3 4، فانت هتبقى على اساس اللي انت فاهمه في البرمجه بتاعتك والله انت عارف ان في امكانيه اصلا الحاجه دي تتعمل، ولا اللي هو بيقوله ده محتاج ان انت تقول له لا بص هو اللي انت بتقوله ده ما ينفعش يتعمل بالطريقه اللي انت بتتكلم فيها دي، بس ينفع يتعمل بطريقه مقاربه ليها حتى لو انت مش مستحضر في ذهنك انت هتعملها ازاي، بس انت عارف ان الامكانيه بتاعت الموضوع موجوده ولا لا يعني. بالظبط. جميل جدا. برضك في حاجه ثانيه برضك عايز اقولها واقولها عليا انا للناس اللي متابعين القناه. بيستفزني جدا حاجه ان هم مثلا يعني في ناس، طبعا مش قصدي على ناس، في ناس كتير ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله شاطرين جدا وبيعملوا عكس اللي انا اقوله دلوقتي، بس في ناس مثلا عارفين ان مصطفى مثلا وليكن عامل كورس جافا سكريبت ادفانسد حلو انا هتعلمه من عنده. جميل. اتعلمتها من عنده عظيم خلاص كده. ايه ده بجد والله؟ يعني ايه خلاص؟ ما ينفعش. ايه اللي قال لك ان مصطفى ما بيقولش معلومات غلط اصلا؟ ما ممكن الكلام ده كله مثلا قال لا مش ممكن، مش انسان وبغلط. حلو. هل انت هتوقف معلوماتك على مصطفى؟ طب افرض في مصطفى معلومه هو ما قالهاش اصلا في الفيديو سايبك يبحث عنها. دي كانت مشكله على فكره انا كنت بعملها في الفيديوهات اللي قبل كده، ما كنتش بنوه للمستمع او المشاهد ان المفروض هو يبحث، ما كنتش بقول كده. دي غلطه مني وانا بعتذر عن ده. انا كنت بعتمد ان دي حاجه بديهيه. لا ما لازم. لما بدات الناس تكلمني وتقول لي والله يا هندسه انا خدت الكورس بتاعك جافا سكريبت ادفانسد. جميل. اساله بقى بعد كده انت مثلا درست مثلا الجافا سكريبت هوستنج، مثلا درست الاكسكيوشن كونتكست، بعد كده عملت ايه؟ خدت التايتل ده ورحت بحثت بقى قرات ارتكل؟ امال انت عملت ايه؟ معلش ولا اي حاجه. لو انت فاكر ان مصطفى ده التنين الجبار اللي هيديك بالحديد والنار ما تتفرجش عليه بجد. ليه ما تتفرجش عليه؟ عشان انا عمري ما هديك بالحديد والنار، عشان انت حبيبي ما اقدرش اديك بالحديد والنار. بجد لازم تتعب على المعلومه بجد. انا عشان اديك المعلومه بحضر لها كتير وبقرا حاجات كتير جدا، وانت مستحيل تديله كل حاجه ما ينفعش اصلا يعني. يا باشا انت لو مجبضني مش هديك كل حاجه، معلش انا مش هسمعك مجاني ما بهزرش والله. يعني الموضوع مش عشان هو مجاني، ولكن فعلا لو الكورس بفلوس انا مش هديك كل حاجه، ده بديهيات. اصل انا مش هاجي اشتغل هو لا وغير كده كمان انت مش هتعرف تكفر كل حاجه، لان في حاجات بتيجي بالخبره وبتيجي بالسيرش وبتيجي ان انت تعمل مجهود عليها. انا هشرح لك اللي ينفع يتشرح، يعني انا مش هقصر معاك، بس في نفس الوقت في حاجات ما ينفع، في حاجات بتيجي كده، في حاجات بتيجي بالخبره. انا بقول لك انا دلوقتي بقيت اي كورس بعمله لازم اسيب حاجه ليه واقول له في الفيديو والله الحاجه دي انا ممكن اشرحها بس مش هشرحها. بقيت مثلا هو اللي يخش يسمع. ما انا بص يبقى في سيلف ستادي. لازم يبقى في سيلف ستادي. يعني انا دلوقتي كنت بصور حلقه للدي ان اس من شويه، يعني مسحت يعني بسم الله. فالفكره في ايه؟ ان قلت في والله حاجه زي كده انا مش هشرحها وهقول فعلا في كذا ممكن حصل، ممكن المعلومه دي معلش تبقى تافهه قوي بجد. ايوه بس انا بجبره ايه؟ ان هو يبحث، بدل ان هو بحث على المعلومه دي، المعلومه دي معلومه في وسط كونتنت. هيقول لي طب ما انا بحثت وعرفت دي، طب ما ابص كده على الباقي اللي هو شرحه اصلا. فهمت الفكره مش ازاي؟ فارجوك ما تاخدش المعلومه من فيديوهات بس، حتى لو انا اللي بقول لك اهو، لو انت لقيتني بقول معلومه هو ورايا وابحث وتعالى اعمل حاجه احسن مني. انا كده كده بقدم لك العلم ده لوجه الله، فانا هكون مبسوط اما الاقي اثار العلم ده عليك، مش والله انا خدت الكورس وبعد كده اعمل ايه؟ بس ده اللي انا كنت عايز ولا حاجه ولا اي حاجه، ضاعت باظت، ده باظت ولاظت. ايه اللي بعد على الحته دي خلاص كده حاجات لو عملتها بتشهد فرحه التعلم، وقلنا الكسل وانك تاخد المعلومه بسهوله وما تطبقش عليها، تقول خلاص ده انا في قديم الازل بعد سنوات اخرى هبدا ان انا اطبق على المعلومه دي، والكلام ده ما بيحصلش. في حاجه برضو مهمه طبعا، في ان انت تبقى تكبر على تصحيح المعلومه. لو انت عندك معلومه غلط، ان انت تبقى مش شايف غير نفسك والمصدر اللي انت اتعلمت منه بس. يعني انت لو انت عملت كل اللي فات ده وبرضو انت دماغك متحجره على حاجه معينه، وان خلاص لا يا عم، لما حد يعرض عليك حاجه جديده ما تتكبرش عليه، قول له والله طب ماشي انا متفق معاك، هات لي مصدر المعلومه اللي انت بتتكلم فيها بحيث ان انا استزيد اكتر، بحيث ان انا افهم اكتر. يا عم ما تقولوش ان انت غلطان، ولا تقول له ان انت، ولا تقول على نفسك غلطان حتى، قول له طيب ايه مصدرك للمعلومه، وابدا شوف المصدر بتاعه. والله لو بيتكلم صح يبقى كلنا استفدنا، لو بيتكلم غلط قول له والله لا ده انت بتتكلم غلط، ده كذا 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 هو الصح. فما تتكبرش على اي حد بيقول لك معلومه حتى لو هو لسه بادئ وانت راجل سينيور. بالظبط، بس برضك احترام القاء النقد ده حاجه مهمه جدا، عشان بشوف حاجات غريبه قوي في الجروبات بتاعت الفيسبوك مثلا، مش هقول اسامي جروبات بس انا وقصف جبهه والحوارات العبيطه دي بجد. انا بحس ان انا بتعامل مع اطفال، يعني انا لما بشوف مثلا انا مش بعمل الحاجه دي مش عشان انا الناس تقول عليا جامد او عشان انا جامد ولا اي حاجه، والله العظيم ابدا، بس انا لما بشوف حد لسه بادئ انا بكون مبسوط قوي قوي، وانا بخش اكتب له كومنت. يعني واحد لسه مثلا وليكن بجد انا شفت البوست ده من يومين وعملت عليه كومنت اصلا، واحد لسه اول مره يعمل اللي هي كونتاكت، اللي هي الكونتاكت اللي هي الانبوت فيلد ايميل زر سند، لسه بادئ اول حاجه ممكن عملها بالكارير بتاعه اللوجن فورم. فاكيد انت مش مقتنع، انت مش متخيل ان هو يعمل حاجه احترافيه بقى فيها معايير اليو اي والمعايير اليو اكس ومش عارف والشادوينج اللي هنا والكلام العبيط اللي انتوا بتقولوه. ابص على الكومنتات الاقي كميه ناس كاتبه له، يعني ده انا هقول لك بقى على الحلو بس مش هقول لك على غير اللي بيشتموا اصلا ويقول له ايه القرف ده، ده انا هقول لك على العادي كاتبين له ايه بقى، والله هي جميله بس عدى 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. نعم هو اصلا مش عارف ال10 انت بتتكلم عنهم دول، واحد لسه اول مره يعمل حاجه، هو ما قالكش انا جونيور وانا بتكلم. والله هو ده شيء كويس. يعني مثلا هو يعني انا شايف ان ده ممكن يكون بيطور منه لو هو بيقول له نصيحه او اتنين مثلا مناسبين لمستواه. ما هو الفكره هو دلوقتي واحد اتكلم قال لك والله ده انا اول حاجه اعملها، ما ينفعش انت تيجي تقول لي والله لا ده انت المفروض تعمل 1 2 3 4. افهمني النصح، حتى في طرق للنصح. ايوه بدل انت هتكتب انا دخلت عملت له ايه، انا شايف ان التصريح كلمه طيبه صدقه يا اخي. بالظبط قلت والله قلت له ايه عاش جدا تسلم ايدك، بس بعد كده انا عارف ان اللي انا ما قلتلوش المعلومات كامله، انا بعترف اللي انا ما نصحتوش، بس انا ايه اديت له اللي هو عايزه دلوقتي عشان هو مش محتاج اكتر من كده. يا عم اما تبقى جونيور او اما تبقى عايز بقى فيدباك حقيقي وتنزل الحاجه تبقى عايز فيدباك حقيقي، هتلاقيني بقول لك والله عدى 1 2 3 4 بس انت واحد. اصل هو لو منزلها وبيسال سؤال مثلا والله يا جماعه ايه المشاكل اللي موجوده في البتاع دي، او مثلا ايه انا عملت كذا كذا بس حاسس ان كذا غلط انصحوني كذا. يعني هو لو بينزل الموضوع بالصيغه دي يبقى فعلا هو طالب النصح، وطالب هو دلوقتي هو بيقول لكم ايه رايكم يا جماعه مش عارف ايه، هو طالب التشجيع. طالب التشجيع، هو عايزك تشجعه. بالظبط هو دي الفكره بقى، اللي هو يا باشا انتقد والله انا بقول لك انتقد، بس اعرف انت بتنتقد مين وبتنتقد امتى، ومين اللي هيقدر يتقبل ده ومين اللي مش هيقدر يتقبل. ايوه بس يعني عشان برضو دي نقطه مهمه، وكويس انك قلت موضوع الانتقاد ده اللي احنا فتحناه يعني. فهو يعني انت برضو من ناحيتك برضو حاول ان انت ما تتكبرش على الانتقاد، يعني ما تسمحش ان حد يهينك طبعا، ولكن اي حد بيقول لك او بيصحح لك معلومه تقبل النصيحه منه، حتى لو انت مش هتبحث فيها دلوقتي حطها على جنب كده وابدا ابحث فيها بعدين وانت في خلال رحلتك للتعلم يعني، لان دي حاجه هتفيدك وحاجه مهمه يعني. بالظبط. حاجه بقى برضو من الحاجات اللي بتخلي الناس كتير تفشل، وهي ان هم بيجوا عند يوم معين في الاسبوع، مثلا يوم الجمعه مثلا، ويقول لك ايه انا هذاكر يوم الجمعه ده 12 ساعه تمام ولا 14 ساعه حصل، واجي باقي الاسبوع واجي باقي الاسبوع ما افتحش كود برمجه خالص. حتما هتفشل، حتما هتفشل. انا عندي ان انت تذاكر كل يوم ساعه بمحصله 7 ساعات في الاسبوع، احسن ما تيجي يوم الجمعه او يوم معين في الاسبوع وتذاكر لي 14 ساعه. ليه يا باشا؟ لان انت ايوه الاستمراريه، ودايما بتعرض مخك ان البرمجه جزء من يومك وجزء من تفكيرك، دايما 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 البرمجه جوه دماغك. ما تجيش انت من الاسبوع للاسبوع ما تعرفش اي حاجه عن البرمجه ولا كتبت اي كود بايدك وتيجي ساعه يوم الجمعه، يا هو احنا الجمعه اللي فاتت كنا بنتكلم عن ايه؟ ده احنا تقعد لي بقى 3-4 ساعات تفتكر، و3-4 ساعات تستغفر لان انت مش فاكر المعلومه ونسيها. لا يا اخي الموضوع ما بيمشيش. طبعا احنا في الحلقه بتاعتنا بنكسر الكيبورد يعني. ده لو ربنا هديك يعني هتستغفر يعني. وترجع تلاقي نفسك بتذاكر. بالظبط. انت قصدك تقول يعني الاستمراريه وانك تعمل حاجات بسيطه على مدار ايام كتيره ورا بعضها متتاليه احسن من انك تخصص يوم واحد انا هعمل كده. بالظبط. هو الرسول صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ القليل دائم دائم غير خير من كثير منقطع، فيما معنى الحديث يعني. فاستمر على الحاجه بمقدار قليل، بس تخلي البرمجه جزء من يومك. كل يوم لازم تكتب كود، كل يوم لازم تتعلم حاجه جديده في البرمجه حتى لو وقت قليل، بس لازم تخلي البرمجه جزء من حياتك. لو ما عملتش كده هتفشل. بالظبط. يلا يا ابو حميد عشان احنا بقى لنا كام ساعتين وشويه، نخش على اللي بعده. اللي بعده بس اطبق عملي على اللي اتعلمته. خلينا بقى نخش بص عايزين نفورورد فيها سريعا كده عشان المهم. انا هقول اهم حاجه في الموضوع اللي انا شايفه، ان انت ما تطبقش زي الانستراكتور اللي قدام منك تعمل الحاجه بحذافيرها وتسكت وتنام. لا، ما تعملش كده والله. الانستراكتور بيشرح فكره معينه، خد الفكره اللي هو عملها وطبق عليها وزود انت من عندك ولو حاجه بس زياده. دي مهمة جدا جدا جدا. ليه؟ لأن أنت لما هتيجي تزود الحاجة الزيادة دي، لو أنت فاهم كويس فعلا هتعرف تزودها، لو مش فاهم كويس مش هتعرف تحط حاجة في الكود زيادة عن الانستراكتور قال. ده معيار مهم جدا لازم تاخد بالك منه. عظيم، ماشي تمام. فدي أكتر نقطة مهمة في نقطة التطبيق العملي دي، ان انت تزود من عندك، تجود، تحط حاجات. مثلا انت متخيل والله هو بيعمل 1 2 3، طب ايه رايك لما احط 4، طب ايه رايك لما اخلص مثلا 5، مش عارف ايه. طبق من عندك وزود. تمام. وممكن على فكره حاجه انت تعملها يكون هو هيعملها في المستقبل قدام، فانت تفرح لان انت فكرت بنفس طريقه تفكيره، واذا انت ماشي على التراك الصحيح. فاهمني؟ وغير كده كمان ممكن انت تطبق مثلا لو انت الموضوع بالنسبه لك صعب وطبقت على يده وخلاص، في قدام لو اتعلمت فيتشرز معينه مثلا، وليكن انا عملت مثلا تطبيق على القناه مثلا وانت اتعلمت حاجه جديده زياده في المستقبل كمان 2-3 شهور، ارجع واعمل فاكتورنج وعدل وضيف الفيتشرز دي في الكود. بالظبط. النقطه دي مهمه جدا بجد، وليها ابعاد كبيره يعني. انا بقولها لك عن تجربه واحد. الحاجات دي اما بتبدا بقى انت تتعلم حاجه وتبدا تضيفها في حاجه اوريدي الليجاسي بالنسبه لك، عشان في الاول بتبقى بتكتب كود وحش جدا يعني. فالموضوع بالنسبه لك بيعلمك كتير قوي، بتعمل ريفاكتورنج كود يعني حاجات كتير قوي احنا في غنى عنها دلوقتي، عشان احنا بنتكلم في ناس لسه بدات تتعلم اصلا. بالظبط. حلو جدا. عايز تضيف حاجه في ده انا شايف دي اهم نقطه يعني مفيش حاجه اكتر من كده ممكن نقول ايه. طيب نيكست، ده تقريبا اخر سؤال عندنا، ما عادش فيه اسئله ثانيه. ازاي اواكب بقى سوق العمل واطور من نفسي دايما؟ صلى على رسول الله. يعني تواكب سوق العمل دي دايما، خليك ابديتد وشوف المواقع اللي بينزلوا عليها طلبات الشغل. يقول لك وظيفه مطلوب فيها كواحد 2 3 4 5 6، بص على السي في بتاعك وبص على نفسك كده، والله انا اعرف الحاجات دي زي الفل، ما اعرفهاش يبقى انا محتاج اتعلمها. جميل، فاهمني؟ فان انت تواكب سوق المواقع، وظف لا مواقع بالظبط الحاجات دي، لينكد ان، وظف، بس المهم ان هي تكون حاجه تتعلق بالتخصص اللي انت اخترته. يعني ما تشطحش بخيالك قوي. يعني انت شوف، انت مثلا ايه، انت راجل شغال فرونت اند مثلا، يعني فهتروح تدور على وظائف الفرونت اند، وانت مثلا شغال برياكت، فتروح تدور على فرونت اند رياكت، والله لقيت المتطلبات بتاعه الوظيفه في حاجه انت ما تعرفهاش، اعرف ان دي حاجه جديده عليك، لو اتعلمتها انت هتكتسب خبره جديده عليك. تمام؟ فطول ما انت بتابديت نفسك وتتعلم حاجه جديده، وكل ما انت يعني كان مش فاكر مين اللي قال النصيحه دي، بس بيقول لك لو انت ما عملتش ابديت للسي في بتاعك لمده 6 شهور، اعرف ان انت نايم في الخط يا معلم، وان انت كده مهدد مهدد بالانقراض. يعني حتى يا عم لو انت راجل سينيور، لو انت قعدت 6 شهور من غير ما تابديت السي في بتاعك، سواء ببروجكت جديد عملته، سواء بمعلومه جديده ضفتها اتعلمتها، سواء بكورس خدته، فانت كده انت نايم في العسل يا باشا، والدنيا هتجري وانت واقف مكانك، هتلاقي نفسك انت بقيت ليجاسي زيك زي الكود اللي انت بتكتبه في الاول. ايه بالنسبه للليجاسي كود؟ يعني ده كتاب ايه، وركن ويز ليجاسي كود، تبقى ايه فيشن ويز ليجاسي كود، يبقى بص عليه عشان لما تبقى ليجاسي هنعرف نتعامل معاك. انا عايز انا بتنور. ف زي الفل، مقبوله منك يا روح. لا مش قصدي عليك والله، انا قصدي على اللي هيسيب نفسه. ما انا عارف، بس انا حابب اجيبها فيا عشان ما حدش يزعل منك. اسكت بقى، انا محترمه والناس كلها حبايبي، وانا كده ماشي. فاهم؟ ماشي يا عم مؤمن، الله يفضي يا ابني، ناس راقيه، ناس فاهم، ناس عاليه. ما دام هم متابعين القناه وعاملين سبسكرايب وعاملين لايك للبس، يبقى هم كده ايه، الناس راقيه. انا اوزع لهم فلوس، فاهم؟ عامل خفه الدم دي، عايز اديها واحده كبسه بس مش قادر. يا عم اسكت يا عم، ما تفضحناش بقى. كده خلصنا تقريبا، ده اخر سؤال عندنا. تحب بقى تقول ايه يا ابو حميد كده؟ ده سؤال مني انا بقى كده، تحب تقول اتفضل يا باشا للشباب الصغيرين، يعني تقول لهم ايه؟ والله يعني ربنا معاك. والتشبع اللي حصل في السوق الفترة الأخيرة بسبب إن ناس كتير جونيورز وناس كتير اتعلموا في الفترة الأخيرة، فده يعني قصة مصادر التعلم، وبقت البرمجة طالعة ترند عموما، ده مخلي الموضوع أصعب شوية في دخول سوق العمل عن الوقت السابق يعني. بس في نفس الوقت لو أنت اجتهدت وبقيت شاطر، اعرف إن ربنا مش هيضيع تعبك، اعرف ان ربنا مش هيضيع تعبك. اجتهد وتوكل على الله، يعني انت بتتعلم، هتلاقي في ملايين ماشيين معاك في الطريق، كل دول مش كلهم هيكملوا الاخر، قليلين قوي اللي بيكملوا الاخر. بص كده على اي سلسله من الفيديوهات، اي حد منزل اي كورس، يا عم كورس جافا سكريبت مثلا، شوف الكومنتات اللي موجوده، الكومنتات واللايكات والمشاهدات اللي موجوده على اول فيديو، وشوف اللي موجود على اخر فيديو، هتلاقي نفسك انت، او الفيديو اللي قبل الاخير، بلاش الفيديو الاخير عشان مثلا ممكن حد ايه، شكرا يا باشمهندس والكلام اللي بيتكتب في الاخر ده، شوف الفيديو اللي قبل الاخير او اللي قبل اللي قبله. تمام؟ هتلاقي ان عدد المشاهدات قليله جدا، وعدد اللايكات قليله جدا، بس اول فيديو عليه مشاهدات كتير جدا. فده يقول لك ان كل اللي بيتفرجوا في الاول، او كل اللي بيبداوا في الاول، مش كلهم بيكملوا. فانت استمر واسعى، ولو انت ما لقيتش وظيفه كجونيور، كمل تعلم وكمل تطوير من نفسك، وكمل عمل مشاريع، وحاول ان انت تخش على منصات الفريلانس وتجيب مشروع، تجيب اي مشروع حتى لو حاجه بسيطه هتعملها، خش وجرب وعافر في الموضوع. ابدا قول للناس اللي حواليك، انا يا جماعه اتعلمت برمجه وبقيت بعرف اعمل حاجات بالبرمجه. فلو حد محتاج حاجه ابدا انشر الكلام ده بين زمايلك، بين الناس اللي يعرفوك الكلام ده، والله هتلاقي شغل، ربنا هيبعت لك رزقك. طول ما انت بتسعى ربنا هيبعت لك رزقك، وهتطور من نفسك، وهتلاقي نفسك مثلا بدل ما تخش اول شركه كجونيور هتخش اول شركه كميد ليفل. هتلاقي نفسك انت ربنا كرمك وتعلمت حاجات كتير انت ما كنتش تتعلمها مع نفسك. ممكن تبقى ربنا يكرمك مثلا وتلاقي نفسك بقيت راجل فريلانس محترم وبتقبض قبض احسن من اللي شغالين في الشركه بكتير. فانت ما تعرفش الخير فين، بس انت طول ما انت بتسعى في الطريق اللي انت شايفه، يعني بعد ما انت طبعا استشرت وبعد ما انت بدات تشوف سوق العمل والكلام ده وعملت الموضوع عن علم فعلا وخلاص واستخرت ربنا وتوكلت على الله، استمر يا باشا وربنا هيكرمك يعني. فدي نصيحه انا حابب ان انا اقولها للناس، نصيحه والله مهمه جدا بجد. يعني انت لخصت حاجات كتير قوي، وان شاء الله الناس تعمل بيها يعني، وباذن الله نلاقي الفتره الجايه في سوق العمل عموما الناس عندها تطور اكتر وعندها قابليه اكتر انها تتعلم، ودي طبعا حاجه بتفيد لنا كلنا يعني. عشان احنا بيتقال علينا كلمه مزعلانه قوي بصراحه، احنا بقينا شباب الهنود. هي الهنود مش وحشين بس بنتكلم على الكواليتي دلوقتي. الكواليتي واللي احنا بنرمي نفسنا بجد، بنخلي العملاء يتحكموا فينا بشكل بشع يعني. ايوه ما تصعباش على غيرك بس، ودي حاجه لازم نختم بها الفيديو، ما تصعباش على غيرك. لو انت مش قادر سيبها لغيرك بس. ايوه انا سعيد جدا يا ابو حميد والله جدا جدا ان انا كنت معاك النهارده في اللايف. انا اسعد والله، مليء بالمعلومات المثمره، حاجه بجد جميله جدا. واظن يعني الناس ان شاء الله اللي متابعه اللايف من اوله، احنا بقالنا 2.5 ساعة. الله على الجمال. زمان ظهرهم وجعهم اصلا زي ما ظهري وجعني كده. بجد الوقت ما حسناش بيه خالص، وان شاء الله مش الاخيره، ان شاء الله يعني باذن الله في توبكس كتير هنتكلم عليها وقدام ان شاء الله. شوف انتم محتاجين تتكلموا في ايه، وباذن الله نحاول نكفر المعلومات دي. كلمه بقى ايه للمتابعين عشان ايه نقفل كده؟ اعرفهم منهم والله يا باشا. الناس اللي متابعينك دولك صح الصح و100. لا بجد والله يعني اي حد متابع معانا لحد دلوقتي وعمال يعني انا والله المعلومات اللي بقدمها دي انا كنت اتمنى ان حد يقول لي ربعها في بدايه الطريق. انا كنت تايه زيك في الاول، يمكن اكتر كمان. فالحاجات دي انا بقولها لك من واقع خبرتي في سوق العمل والكلام ده. وكمان مصطفى بيقدم معلومات من واقع خبرته في التعامل مع الناس والعملاء ومش عارف ايه. فانت ما دام انت كملت لحد دلوقتي فانت يا باشا انت راجل مثابر، وان شاء الله تنجح في طريقك. وانت كده بتاعنا حبيبنا. هبعت لك رقم باتريون عشان لو عايز تبعتها. يعني ده جزاته يعني هو. تدعم بالقناه يا عم بقى. ما الكلام عايزين بقول لك ايه؟ والله العظيم انا مش شحات بس. وللاسف كلهم من منصوره للاسف. تقصد يعني ايش تقصد؟ تقصد ايه؟ انا جامعتي كانت في المنصوره يا عم. احمد من المنصوره اصلا يا جدعان، عشان بس ما يفهمش ان هو بيطلع من المحله جنبها قريب يعني. مش بتنمر على حد والله، بس انا عادتي كلها كانت في المنصوره يعني قبل ما اروح القاهره. والله يا شباب انا ان شاء الله في حاجات جايه قويه جدا من نفس الكواليتي اللي انتم شايفينها قدامكم دي ان شاء الله. ما شاء الله احمد ابدع وانا مبسوط جدا بيه والله. احمد على فكره انا واصحاب من زمان جدا جدا، ورحله الكفاح اللي هو بيحكي عنها ده كانت معايا اصلا. فاكر يا ابو حميد؟ عمي الحمد لله الحمد لله عدت على خير الحمد لله كده بغير. بس في بقى مشكله كبيره صحيح، الناس بتقول لي ان كورساتك صعبه. يا عم الكورسات صعبه. انا ولا انت؟ واحد بس مش في دي. والله بص يا صاحبي، يعني انت لو انت داخل تهجس ففي كتير بيهجسوا، فممكن تروح معاهم يعني. انما لو انت خلاص بقى انما يعني بص يعني لما تكون الكورس غني بالمعلومات وانت هتستفاد يعني. مش يا فرحتي الكورس يكون سهل واتعلمه في يومين ثلاثه وخلاص بقى انا مبسوط بقى وبقيت كويس. لا مش كده، الموضوع مش كده. يعني كل ما الكورس بقى فيه بيناقش موضوعات اصعب والموضوعات دي متقدمه اكتر وفيها تفاصيل اكتر، كل ما انت بيوقع عليك استفاده، لان احنا مش بنتكلم في الموضوعات دي من فراغ. يعني انا مش هاجي اكلمك عن حاجه الا لما تكون الحاجه دي هي فعلا مهمه، وانا شايف ان هي من وجهه نظري مهمه ولازم الناس تتعلمها. يعني انت مش شايف ان هي مهمه دلوقتي، انت تعرف بعدين ان هي مهمه، عشان انا بتكلم عن الحاجه دي من وجهه نظري انا، فاهمني؟ بالظبط بالظبط. حاجه مريت بيها قبل كده زي ما بسمع الناس، في حاجه تتعلمها قبل حاجه. يعني انت مش هينفع تخش على كورس ادفانسد من الاول، يعني ما انت لازم تمشي الموضوع خطوه خطوه. بالظبط بالظبط. طب خلاص كده ننهي الفيديو عشان احنا طولنا جدا. انا بشكر جدا الناس اللي لسه لحد دلوقتي موجوده، واظن والله اعلم ان الناس دي في يوم من الايام هتبقى حاجه كبيره، عشان هم فعلا قادرين يستحملوا معلش وضيعوا 2.5 ساعة من وقتهم. فاظن والله اعلم ان الناس دي فعلا اللي بتقدر ان هي تكمل، عشان فعلا الطريق طويل ومحتاج تكمل. صح. نفس الواحد يخلي نفسه طويل شويه. والله يا شباب اشوفكم على خير. عايز تقول كلمه؟ صح، نسينا نرد على الاسئله. يا نهار ابيض، احنا اسفين يا رجاله. عايز تجري ولا ايه؟ طريقه التعلم البروبلم سولفنج. يعني انا شايف ان انت البروبلم سولفنج هي الثمره بتاعه ان انت تتعلم ده ستراكشر والجوريزمز في الاول. فانت لازم الاول تدرس ده ستراكشر والجوريزمز كويس، وتبدا تفهم الانواع الاوبريشنز اللي بتتم على كل داتا ستراكشر. فبعد ما انت تتقن الكلام ده كويس وتطبق عليه مره واثنين وثلاثه، ابدا بقى يا باشا خش بقى شوف البروبلمز اللي موجوده مشهوره. يعني ممكن تخش على موقع زي ليت كود، زي الحاجات دي، وتمشي معاه واحده واحده، تخش على المستوى السهل وبعد كده المتوسط، وتمشي معاه واحده واحده. هو هتلاقي نفسك انت بتحل حاجات كتير يعني موجوده عليه يعني. بس في الاول لازم تكون انت دارس داتا ستراكشر والجوريزمز كويس. بالظبط. وان شاء الله هتلاقي برضو على القناه بتاعتنا المتواضعه كورسين حلوين كده في الموضوع ده، وحتى ده ستراكشر بعلمها لك، ومش بكتفي بكده بقى، ده انا باخدك على ليت كود وبنحل اوريدي اكزامبل موجوده هناك يعني. قشطه عليك قشطه عليك، ده احنا عاملين طيب لو سمحت، في عندي سؤال، وهو بعد الانتهاء من تعلم الاساسيات ومكتبه الرياكت، ماذا يفيدني ان اتعلم زياده فرص قبولي بالشركات واقناعهم بالفرونت اند؟ بص، هو بيقول لك ان هو اتعلم فرونت اند دلوقتي وتعلم رياكت ليه تاني عشان يبقى مميز. هو بص يا صاحبي، قبل ما اسيبك تجاوب هبص هفهم الناس. قول يا باشا. مش كل الشغل عشان انت شاطر في التكنيكال بس كده، انت لازم في مهارات تانية لازم تكون برضو فيها عشان تبقى مميز. لو احنا الاثنين بنتقارن مع بعض في التكنيكال واحنا الاثنين شاطرين زي بعض، هناخد اللي عنده سوفت سكيلز، اللي هيقدر يتعامل. لو انا مثلا عندي موظفين تانيين، اكيد مش هتبقى في الشركه لوحدك يعني، غير لو انت في شركه طنط محاماه. بس انا بتكلم لو انت في شركه كويسه اكيد معاك زملاء، فانت مطالب منك تعرف تتعامل معاهم، فدي حاجه اسمها سوفت سكيلز. طبعا بيندرج تحتها حاجات كتير جدا، ولكن لو انت ما عندكش سوفت سكيلز وشاطر، وعندي واحد تاني مستواه مقبول وعنده سوفت سكيلز، هسيبك وهاخد التاني، ودي الحقيقه. انا مره يعني خلينا نتكلم بس السوفت سكيلز زي ايه؟ ان انت تقدر تتعامل مع الناس، تقدر تتعامل مع زمايلك، تقدر تتعامل مع المدير بتاعك، تقدر ان انت يعني لو طلب منك حاجه تتعامل مع الموقف بشكل كويس لو انت مش عارفها، او لو انت عندك وجهه نظر مختلفه، يكون عندك مرونه في التعامل عموما، تكون قادر تعبر عن نفسك وقادر تعبر عن شغلك. ما ينفعش ان انت تبقى راجل مثلا عملت شغل كويس وما انتش قادر توصف للناس انت عملت الشغل ده ليه وبناء على ايه. طب انت مشيت في الاتجاه ده ليه، ما مشيتش في الاتجاه الثاني ليه؟ لو انت ما بتعرفش تتكلم عن شغلك، دي حاجه سيئه. يعني انت لو انت تواجهت مثلا مع عميل او الكلام ده، فانت هتتواصل معاه ازاي؟ انت راجل ما بتعرفش تشرح له اصلا. فالسوفت سكيلز مهمه جدا. بس قبل بقى ما تبص على المهارات الجانبيه السوفت سكيلز زي السوفت سكيلز والكلام ده، اتاكد الاول ان انت اتعلمت كل حاجه تخص بالفرونت اند او الحاجات اللي ليها علاقه بيها. يعني مثلا في ناس مثلا يقول لك انا درست رياكت ومش عارف ايه والكلام ده، بس انا مش فاهم الاجاكس اصلا على اصوله ماشي ازاي، والريكوست بتاعت الاي بي ايز دي بتمشي في بروسيس عامله ازاي. لا يا باشا، اتعلم الحاجات دي مهمه. انت لازم تبقى فاهم انت من اول ما الريكوست ده يطلع بيمشي رحله عامله ازاي لحد ما يرجع لك، بحيث ان انت تبقى عارف اقدر استفيد من كل مرحله من المراحل اللي بيعدي بيها دي ازاي. تمام. في ناس برضو تقول لك ايه، انا اتعلمت ازاي اشتغل على الاي بي ايز واتعامل مع اتش تي بي ريكويستس والكلام ده بس ما اعرفش ويب سوكيتس. لا، اتعلم ويب سوكيتس واعرف حاجات عن ريال تايم ابلكيشنز والكلام ده. ما اعرفش اعمل ستريمنج، اتعلم يا باشا، اتعلم تعمل ستريمنج، خش في الادفانسد توبكس دي وابدا مشي واحده واحده فيها، عشان دي حاجات مهمه بتميزك انت كتكنيكال، ولما اللي قدامك بيشوفك ان انت عارف الحاجات دي وعامل امثله عليها وحاططها في البورتفوليو بتاعك، لا انت كده لو انت داخل في تنافس مع حد تاني انت تكسب. طب عظيم جدا. يعني مرحله التميز عموما بتتم على كذا حاجه، يعني اول تبقى في التكنيكال وبعد كده تخش على مراحل ثانيه، صح كده؟ بالظبط. عارف كمل كده المفروض تظهر دلوقتي. طيب دلوقتي في سؤال تاني بيقول لك ايه رود ماب باك اند، وايه اللي بيميز الباك اند عن غيره؟ احنا قلنا مرحله التميز خلاص. رود الباك اند يعني اظن ان هي انت مش محتاج دلوقتي بصراحه ان انا اديك رود ماب باك اند. ليه؟ عشان لو انت كتبت رود ماب دوت اس اتش هتلاقي اوريدي رود ماب كبيره، بس ممكن برضك عشان اقول لك رود ماب للباك اند محتاج اللي انا اقول لك اعمل 1 2 3 4 وليه تعمل الحاجه دي دلوقتي وليه تذاكرها دلوقتي وعشان ايه وحاجات كتيره. ولا انت رايك؟ والله انا اقول لك، انا في رود ماب، انا في شخص انا واثق فيه جدا، والشخص ده يعني خبرته كبيره قوي في المجال، وهو باشمهندس احمد متولي. عامل رود ماب عظيمه 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 في الفرونت اند وفي الباك اند. انا عن نفسي يعني انا اتكسفت ان انا اعمل رود ماب لما لقيته هو عامل رود ماب بالعظمه دي. يعني ناس من القديمه جدا الشاطره جدا اللي احنا بالظبط بنتبسط جدا من بوستاتها والفيديوز بتاعتها يعني في ناس كده بجد، يعني باشمهندس اسامه ما شاء الله، باشمهندس محمد ابو سريع، في ناس كتير جدا مش عايز اقول اسماء عشان اكيد هنسى ناس غصب عني، بس في ناس ما شاء الله بجد، ناس بجد انا بتبسط كده من وجودهم عندي، سواء احنا اصحاب او لا. في ناس كتير الحمد لله منهم احنا اصحاب وبتشرف بهم طبعا، بس انا يعني بتبسط جدا من وجودهم في الوطن العربي عموما، فاهمني؟ ايوه الحمد لله بجد. المحتوى العربي مؤخرا بقى فيه كميه ازدهار زي الفل. يعني بقى غني الى حد ما، تقدر ان انت اي حاجه انت بتفكر فيها هتلاقي ليها فيديوهات، يعني الحمد لله. والكورسات بتاعت الدوت نت ما شاء الله، باشمهندس محمد المهدي وغيرهم كتير عاملين حاجات ما شاء الله بجد بجد. يا شباب انتوا لازم تتابعوا الناس دي. احنا بعد كده ان شاء الله نعمل بوست ننزله هنا على القناه للناس اللي تتابعوها، اكيد يعني ما ينفعش ما تتابعوش الناس دي. طيب. فانت لو انت متابع الناس دي انت يعني على الاقل خش شوف الرود ماب بتاع باشمهندس احمد متولي. طبعا انت هتستبدل بقى لغات البرمجه اللي موجوده في الرود ماب بلغات برمجه، يعني مثلا لو هو مثلا منزل الرود ماب على نود جي اس وجافا سكريبت، بدل بقى لغه البرمجه، بدل نود جي اس تخليها بي اتش بي مثلا، لو انت تتعلم بي اتش بي، وبدل قصدي جافا سكريبت خليها بي اتش بي، وبدل نود جي اس خليها لارافيل او اي فريم ورك شغال تقدر تشتغل بيه يعني لغه البرمجه. والله لو انت هتتعلم دوت نت يبقى بدل لغه البرمجه بسي شارب، وهكذا بقى. يعني خليك مرن كده في العقليه بتاعتك. انت شوف الرود ماب الجنرال توبكس اللي هو اتكلم فيها عامله ازاي وامشي وراها واحده واحده وبس، يعني تقدر ان انت تمشي في الموضوع بشكل بسيط يعني. طب عظيم جدا. ممكن ده اخر سؤال بقى معانا عشان الموضوع كده هيطول قوي. ايه اكتر تقنيه مشهوره في الباك اند اللي بيعملوا بقى باك اند دوت نت؟ ايه دوت نت اكتر حاجه مشهوره عشان اللارج سكيل ابلكيشن اظن، يعني من وجهه نظري المتواضعه، انا اصلا مش راجل جامد دوت نت، بس يعني من وجهه نظري يعني، او ممكن انا ما اعرفش بقول حاجه غلط، فلو عندك خبره في الموضوع ده، موضوع دوت نت. والله انا اشتغلت دوت نت فتره طويله، فانا هقول لك ليه دوت نت بالذات عن حاجات ثانيه، وهو ان الدوت نت السكيورتي فيه حلوه جدا. اوت اوف ذا بوكس انت بتعمل البروجكت لما تنشئه بيبقى سكيور يعني، فالبيست براكتس اللي انت بتعملها عشان توصل لسكيورتي حلوه في الدوت نت حاجات بسيطه، انت مش متطلب منك حاجات كتير، مثلا زي نود جي اس مثلا، او زي بي اتش بي لارافيل او الكلام ده، مش محتاج تعمل مجهود كبير. فهم بيشيلوا عن دماغهم حته السكيورتي ده اولا. طبعا اللارج سكيل ابلكيشنز، طبعا الدوت نت على فكره هي من اسرع التكنولوجيز في العالم، يعني حاليا هي واخده رقم 3 على مستوى العالم في كل التكنولوجيز اللي موجوده، من الاف التكنولوجيز. يعني النوت جي اس تقريبا رقم 290 ده بسرعه البروسيسنج، تمام. بي اتش بي واخده رانك 300 وشويه. طبعا الفروقات بسيطه بالملي سكند، يعني مش حاجه كبيره، بس انا بتكلم ان انت مع اللارج سكيل ابلكيشن واوبريشنز بقى تقيله وعماله تعمل بروسيسنج هيفي بروسيسنج على السيرفر، لا ده بيفرق جامد يعني. وطبعا بيحددك سرعه الداتا بيز نفسها، يعني انت الداتا بيز نفسها بتفرق معاك برضو كسرعه، بتعمل ليميتيشن شويه للباك اند. فدي نقطه، اللي هي نقطه السكيورتي ونقطه البروسيسنج نفسها. نقطه ثالثه وهو ان الدوت نت بتجبرك على ديزاين معين تمشي بيه، هي اوبونينيتد قوي، فبتجبرك على ان انت تمشي بطريقه معينه تشتغل بيها، غالبا بتبقى ام في سي يعني. فاي حد كاتب كود دوت نت، اي حد تاني لو اشتغل عليه بيبقى الموضوع بالنسبه له سهل. نفس الفكره بتاعت انجلر برضه، بيبقى الموضوع بالنسبه له سهل. فده بيسهل على الشركه ان يبقى في تناوب بين الموظفين. لو حد هو مثلا وقف شغل على مشروع معين، فالتاني يقدر ان هو يحل محله بسهوله، يقدر ان هو يجيب ناس اكتر تشتغل في التيم وتخش في المود بسهوله. فده بيفيد الشركات بشكل كبير يعني. رابعا بقى، وان دوت نت وراها مايكروسوفت، فمايكروسوفت يعني من الشركات الفانج يعني، فمن اكبر الشركات اللي موجوده. فانت دلوقتي بتتكلم على تكنولوجي داعمها حاجه عملاقه، فالتكنولوجي دي عمرها ما هتموت، عمرها ما هتبطل ان يبقى في ابديتس عليها. فانت بتبقى في السيف سايد حرفيا وانت شغال بالتكنولوجي دي، فالناس بتفضلها عشان كده. عظيم جدا. طيب كده خلاص بقى، عشان يعني طولنا جدا، داخلين في 3 ساعات اهوت، وارهقناك يا هندسه والله. عارف حبيبي طولنا يعني، وانا سعيد جدا بجد. ممكن نقول سيشن دي استفدنا كلنا يعني، فان شاء الله مش اخر مره، وباذن الله نعمل سيشنز ثانيه كتيره ونعمل لايف ان شاء الله تفيد الناس يعني. محتاج تقول اي حاجه قبل ما ننهي الفيديو؟ ولا اي حاجه، انا بشكركم والله يعني، بشكر الناس اللي مكمله للاخر يعني، وانا مبسوط ان انا كنت معاكم النهارده. وانا نفسي يعني لو حد محتاج يسالني على اي حاجه، انا برضو عندي عامل قناه على التليجرام، هي مفتوحه للناس كلها، اي حد عايز يبعت اي سؤال في اي وقت يبعت لي على القناه وانا برد عليه عادي، وبدخل اتكلم معاه. وبيبقى في مبرمجين تانيين برضو موجوده على القناه بتاعه التليجرام دي، هو مش قناه، هو جروب يعني على التليجرام، بيخشوا برضو يساعدوا لو هم عندهم العلم بالموضوع والكلام ده. فدي حاجه برضو متاحه لو انتوا حابين يعني. وبرضو يعني سبسكرايب للقناه بتاعت مصطفى، لان هو الراجل عامل شغل لا بجد والله، مش راضي يعمل لنا سبسكرايب، زعلني طبعا. طب سبسكرايب على القناه بتاعي. طيب ايوه لسه هتلاقوا ان شاء الله في الديسكربشن. اول حاجه موجوده على طول قناه باشمهندس احمد، باكونت اللينكد ان، باكونت الفيسبوك. دلعوه كده بقى ايه، شويه فلوس كده حلوين كده، سبسكرايب ودلعوا، ادوا له كومنتات حبيبي اساسا يعني. بقول الغي الاشتراك من عندي واعمل له اشتراك عادي، مش لا يا عم ازاي بقى انا بهزر كده. شكرا جدا والله للناس اللي بتشكرنا دي، شكرا يا عبد الرحمن، شكرا يا تولا. مين ده؟ انا مش عايز اطلع اسم غلط عشان انا عيلي خلاص كده ذهبت ولم تعد، ام البتاع اللي في وشي ده عمل اضاءه، فخير كده خلاص. اشوفكم على خير يا رجاله. سبحانك اللهم وبحمدك، لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. مع السلامه. سلام عليكم.